مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده هيكون موعدنا مع السيد وزير الماليه هاني قدري، نسمع منه ملامح السياسه الماليه المصريه. متوقع معدل العجز او عجز في الموازنه هيكون قد ايه؟ معدل النمو هيكون قد ايه؟ هل سياسته تتجه للتوسع ام التقشف؟ هنسمع منه ملامح، والملامح دي مش بس بتهم المتخصصين سواء احنا كصحفيين اقتصاديين او حتى رجال الاعمال والقطاع الخاص والمستثمرين، ولكن ايضا بتهم المواطن العادي. مهم جدا انه يعرف الخزانه فيها كام، هو هيقدر وزير الماليه يطبق الحد الادنى على الكل، ولا الحقيقه انه الحد الادنى يطبق فقط على فئات معينه. هنسمع منه كل هذه التفاصيل. هاني قدري ابن وزاره الماليه، ليس غريبا عنها، كان مسؤولا في وزاره الماليه حتى عصر الاخوان، وبعدين استقال، وهنعرف منه ربما تفاصيل استقالته في عهد الاخوان. لكن خلوني أقول لكم بسرعة ماذا لدينا النهاردة. الصحافة الأجنبية اهتمت بشكل كبير بتوقيع صفقة أرابتك للمليون وحدة مع القوات المسلحة. أنا شفت مثلا تقريرين، على أحدهما على الول ستريت جورنال والتاني على الأسوشيتد بريس، ده ضمن تقارير عديدة الحقيقة. وقفت قدام اهتمام الصحافة الأجنبية بهذا المشروع، والحقيقة أنه يعني مصر أعلنت عدة مرات، مرة عن 50,000 وحدة، مرة عن في عهد مبارك كان في مليون وحدة. والحقيقة أن الإخوان على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي واخدين ده برضو في شأن الكوميديا، أنه طب ما أنتوا أعلنتوا مليون مرة عن مشروعات زي دي. لكن الصحافة الأجنبية واخدة الموضوع بجدية شديدة جدا، واخدة هذا المشروع بجدية شديدة جدا. اتنين من ناحيتين، واحد من ناحية بيزنس، أن ده أكبر مشروع يعني من القطاع الخاص العربي في مصر، 280 مليار جنيه على 5 سنين، والجزء الآخر من مجال السياسة. وبيقولوا أنه الخليج يلقي بثقله السياسي والمادي داخل مصر عن طريق ذراعه الاستثماري، وبيتكلم أنه بتحاول دول الخليج أنها تضمن استقرار المصري وتضمن ولاء السياسة المصرية وما إلى ذلك. والحقيقة أنا استغربت من هذا التحليل، لأنه بالتأكيد هناك دعم من الأشقاء العرب، بالتأكيد وجود شركة أرب تيك، ووجود شركة إعمار، ووجود كل الشركات الإماراتية، ومن وراها أيضا الشركات السعودية، وكل اللي هيجوا يستثمروا في مصر بالتأكيد هو دعم للسياسة المصرية. ما بنقدرش نقول حاجة غير كده، بالتأكيد هو دعم لخارطة الطريق، دعم ل 30 يونيو، يعني مساندة للثورة، رغبة في الاستقرار. ده طبعا قراءة واضحة. لكن الحقيقه الغريب اللي لم تذكره الصحف الاجنبيه في هذا التحليل، انه الله، ما انتوا في اوكرانيا لما انحاز جزء من الشعب الاوكراني وانقلب على رئيسه عن طريق البرلمان، بقى عن طريق ايه؟ المهم يعني انه انقلب على رئيسه وجاء رئيس اخر، او يعني في انتخابات وازيح الرئيس الموالي لروسيا، بسرعه كان الدعم المادي موجود. امريكا وزير خارجيتها زار اوكرانيا وكييف واعلن عن مليار دولار دات ريليف، او يعني معونه في شكل عفاءات من الديون. تاني يوم كانت بعثة صندوق النقد الدولي موجودة بتدعم أوكرانيا بشكل أساسي، بتقول أنا مستعدة أقدم لها كل المعونات، بل أن أوروبا والاتحاد الأوروبي أعلن عن عزمه على مساندة أوكرانيا باللي تطلبه، والآن في مفاوضات واضحة لمد أوكرانيا بالطاقة كي تكون بديلا للغاز الروسي. يعني الذراع الاستثماري للدول ذات المصالح المشتركة وذات الأهداف المشتركة شيء طبيعي وشيء واضح وشيء احنا كلنا متفقين عليه، لكن هو أصله حلال في أوكرانيا وحرام علينا في مصر. حلال للأمريكان ان هم يستخدموه، وحرام على الإمارات والسعودية وغيرها من الدول الشقيقة انها تستخدمه في مصر او انها تساعد بيه الشعب المصري. العدو هنا قدامنا واضح، سواء احنا في مصر او دول الخليج، العدو هنا هو اجهزة ووراها تخابرات ووراها دول تريد ان تزعزع الاستقرار في هذه المنطقة. امريكا قريتها في اوكرانيا بشكل مختلف، احنا بقى بنقول لهم وبنقول لكل الصحافة اللي بتكتب ده، ان الحقيقة دايما بيبقى فيه باراجراف ناقص في التحليل، مفيش اي مقابلة او مقارنة، دايما في فقرة ناقصة بتقول بس على اللي بيحصل في مصر، ولكن تتجاهل ما يحدث في العالم، وهو صورة كوبي بيست، يعني صورة طبق الأصل مما يحدث في مصر.
الحقيقة أن اهتمام كان دولي واضح جدا من عدد من الصحف الأجنبية بما حدث أو يعني بهذا التوقيع اللي بنعتبره واحد من أهم المشروعات بل أهم المشروعات العربية في مصر في المرحلة المقبلة. 280 مليار جنيه دعم يعني في كونسورتيوم من البنوك يمول توفير شقق لمحدودي الدخل على أقساط طويلة. وأرجوكم ما تكلموش وزارة الإسكان تسألوا عن الشقق لسه، عندما تكون الأمور جاهزة والإداريات تنتهي أكيد القوات المسلحة والهيئة الهندسية هتعلن ده، وإحنا عندنا هنقول لكم ما تكلموش وزارة الإسكان لأن لسه الإداريات غير واضحة. فأنا عارفة أن وزارة الإسكان النهاردة جات لها اتصالات عديدة جدا، وزارة الإسكان ليست طرفا، عندما تستقر الأمور ويبقى فيه أمور واضحة على الأرض إحنا نفسنا هنعلن لكم هذه التفاصيل. منذ قليل كان في بيان من حملة الفريق سامي عنان تقول أنه تعرض لمحاولة اغتيال، وأنه كان في سيارتين بيتعقبوا سيارة سامي عنان، رصدهم الأول حارس العقار أبلغ الفريق سامي عنان، وبالتالي عربيته هو غيرت مسارها واتجهت إلى مكان آخر أو كسرت الإشارة وقدرت انها تهرب من السيارة او السيارتين اللي يعني هم لاحظوا او شكوا ان هم بيتعقبوه. ولكن الداخلية بتقول انه ليس لدينا اي علم بهذا. سيادة اللواء هاني عبد اللطيف مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. يعني لو تقول لنا بالضبط هل لديكم اي معلومات عن هذه ما قالت حملة الفريق سامي عنان انه محاولة للتعرض له ومحاولة اغتيال؟ وطبعا بالنسبة لما أشير في هذا الشأن لم تتلقى الأجهزة الأمنية أي بلاغات بخصوصه، وفي نفس الوقت أجهزة البحث توجهت مديرية أمن الجيزة والأجهزة النظامية في مديرية أمن الجيزة نزلت وراحت موقع المكان اللي أشير بشأنه وموقع مكتب الفريق السيسي فريق سامي عنان، ولم يثبت صحة هذا الأمر. وأعتقد لو ثبت لو في هذا الأمر أكيد حيكون في شهود ليه، ولكن لم يشاهد أحد هذا الموضوع، وبالتالي هذه الأمور لا أساس لها من صحة. طب في البيان المطول للحملة بيقول أن حارس العقار أعتقد رصد سيارة معينة، أو يعني هل اتصلتم بحارس، استوجبتم أي حد أو سألتم حتى الحارس طبعاً الشخصي؟ طبعاً التلاميذ طبعاً في أجهزة البحث نزلت وسألت كل الموجودين في محيط المكتب في سامي عنان، ولم يثبت ولم يشاهد أحد ولم أحد يتحدث عن هذه القصة أبدا. ولا الحارس الشخصي له يا فندم؟ لا حارس شخصي طبعا معاه، احنا ما اتكلمناش، لكن شهود اللي موجودين في الشارع من العقارات اللي موجودة وحارس العقارات اللي موجود والشهود لم يدلي أحد أبدا بهذه الأمور، لم يتحدث أبدا أحد عن هذه الأمور. هل إذا أصبح هناك مرشحين للرئاسة وأعلن سامي عنان وغيره يعني ترشحهم للرئاسة، الدولة ستحدد لهم حراسة واضحة يا فندم علشان يعني سواء مثل هذه الأمور أو غيرها؟ يعني اعتقد في حال طلب اي احد منهم مثل هذا الامر او تعرض اي حاجه اكيد الوزاره الداخليه والدوله هتوفر له كل الامكانيات. لكن حضرتك بتؤكد انه لا ما شفتوش اي حاجه من لم يثبت صحه ما اثير في هذا الامر. بشكرك سيادة اللواء هاني عبد اللطيف على هذا التوضيح. إذا لم يثبت على الإطلاق صحة ما يعني قاله بيان الفريق سامي عنان، نحاول نتصل به أي حد من حملته. يعني أنا اتصلت بنجله وقال لي أنه بالفعل سمع ده من الناس الملاصقين له، لكن الفريق بصحة جيدة وأنه هو ما فيش أي حاجة ويعني تم استدراك الأمر ولم يتعرض لأي أذى. النهاردة كان الحقيقة الرئيس المستشار عدلي منصور قام بلفتة كريمة كنا قلنا لكم عليها بالأمس، حيث كرم الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق ومنحه قلادة الجمهورية، وأيضا كرم كل الوزراء الذين خرجوا من مناصبهم في الحكومة السابقة. يعني أعتقد أنها لفتة كريمة جدا من السيد رئيس الجمهورية وسنة ياريت أن احنا نتبعها، أنه الناس اللي تمشي دي مش نكسر وراها زير، أن الناس اللي تمشي نقول لها شكرا أنتوا تعبتوا
ضحيتوا بحياتكم من أجل هذا الوطن، ضحيتوا بوقتكم وتعبتوا واستحملتوا النقد وتحملتوا كثير من يعني التعب، فاحنا بنشكركم أيا كانت اختلافنا أو اتفاقنا معكم، فنحن نشكركم على هذا العمل. والحقيقة مرة أخرى أنا بحيي الدكتور ببلاوي يعني على ما أداه والمجهود اللي قام به في فترة صعبة جدا وعصيبة في التاريخ المصري بعد ثورة 30 يونيو، والوقت كان حقيقي صعب واتخذ قرارات مهمة. بحيي الدكتور ببلاوي وكل الوزراء الذين خرجوا من هذه الحكومة، ونحاول نحترم بعض ويعني يبقى في بيننا كده أخلاقيات الفرسان في العمل. طيب النهاردة الأمطار، طبعا الأمطار اللي كانت سقطت بالأمس مساء أمس وصباح وفجر اليوم أغرقت يعني مناطق كثيرة جدا، سيول كانت في أماكن متعددة، في بيوت وقعت، في شوارع، ده يا جماعة مش البحر على فكرة، لحسن تكونوا فاكرين ده البحر، ده طريق، ده شارع، يعني عشان لو أنتوا فاكرين إن ده البحر ده في الغردقة شارع سريع. فيعني ايه هنوريكم بعض الصور من عدد من المحافظات المختلفة، ومعي على هاتف سيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ هنا. سيادة اللواء مساء الخير، ايه اللي حصل في هنا النهاردة والوضع ايه دلوقتي؟ مساء الخير يا فندم. طبعا الحقيقة احنا الصبح بدري عرفنا ان في المياه طبعا اللي جمعت نتيجة الأمطار على جبال البحر الأحمر اللي هي شرق هنا اتجمعت وبدات طبعا تعمل سيول، وصلت يعني الحمد لله. طبعا احنا كان في استعدادات كويسه، الميه مشيت في المجرى بتاعها والبخارات بتاعتها لغايه ما وصلت لمدينه هنا الجديده. مدينه هنا الجديده الحقيقه احنا عاملين فيها مخارج سيول يمكن يعني منشا من قبل يعني حوالي 3 كيلو ونص، بينتهي الى المخارج بتاع المعنى، مكان اسمه المعنى، وبعدين لوادي النيل بعد كده. فالحمد لله طبعا هي المياه الكثيفه الحقيقه، ومن الصبح احنا قاعدين بنتابع يعني والحمد لله بتنزل، لكن هو في الحمد لله عاوز اطمن حضرتك ان ما فيش الحقيقه يعني خسائر في الارواح. الحكايه كلها في بعض الزراعات اللي هي نتيجه وضع اليد على جانبي الطريق في طريق الجيش اللي هو يربط بين سوهاج وهنا، في تلفيات بس في المزروعات. كان في بعض الناس العالقة الحقيقة في المنازل بتاعتهم حول يعني في هذه الزراعات، الحمد لله تمكننا من خلال التنسيق مع القوات المسلحة ومع قوات الشرطة هنا، سواء سيادة اللواء عاطف السيد في القوات المسلحة أو اللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن هنا، وطلعناهم فعلا يعني احنا بنفسنا الحقيقة دخلنا يعني عالقين، بمعنى ان المية حصرتهم يا سيادة اللواء، يعني اشرح لنا بالظبط. حصرتهم في المنازل بتاعتهم يعني كان في 7 احنا وصلنا لهم عن طريق الجبل والله، وبمساعدة الحقيقة الشباب، شباب همام فعلا في هنا دخلوا معانا وبعربية من عندهم الحقيقة حتى دفع رباعي هم اللي خدونا وتطوعوا ودخلنا بيهم جوه، والسبعة قابلناهم ويعني قعدنا معاهم الحقيقة. وفي واحد تاني الحقيقه ده كان موقفه صعب لان المياه كان بتحوط البيت كله، راجل عنده 60 سنه ونزلوا جابوه فعلا يعني مش حوالي 70 متر تقريبا 700 متر تقريبا في المياه لغايه ما جابوه، الراجل ما بقاش مصدق نفسه الحقيقه، اسمه عطا ابو الوفا وكان سعيد جدا بخروجه يعني لانه كان قاعد لوحده فعلا في البيت. الحمد لله احنا طبعا يعني المنظومه فعلا بتاعه المخرجات السيول دي ساعدتنا الحقيقه، يمكن حضرتك بتكلميني وانا دلوقتي على المخرج بتاع سن نفسه بنطمن، بدا يعني بدا ان شاء الله ينخفض وان شاء الله يزول بالصباح ان شاء الله اندفاع الميه. لكن ما فيش انهيارات للمنازل، ما فيش اصابات وفيات الحمد لله؟ لا لا والله الحمد لله، عدا يمكن في بيت في اللي هي الزراعات اللي كنت بقول لك حضرتك عليها كنا شايفينه، يعني بيت من اللي هو بالطوب الابيض ده بسيط، هو كان منهار جزئي كده لكن ما كانش فيه حد يعني كانوا طلعوا منه يعني الحمد لله. طيب الناس اللي يعني اللي هي بيوتها راحت دي يا فندم هتعوضوها ازاي، او يعني يقدروا يعيشوا فين، او ايه الوضع بتاعهم؟ لا ده بيت بسيط يعني بيت يا دوبك ما فيش ده يعني مساحته بسيطه جدا، واحنا انا قعدت عليهم قلت لهم اي حاجه اي طلبات ليكم اي اعانات اي حاجه انا تحت امركم، وحتى سبت لهم التليفونات بتاعتي قلت لهم اي حاجه كلموني انا تحت امركم ان شاء الله يكون حتى في نص الليل يعني ما فيش مشكله.
بشكرك سيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ هنا، أيضا نذهب إلى أسيوط سيادة اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط. سيادة اللواء النهاردة إيه الوضع كان في أسيوط؟ المدارس أعتقد عدد كبير من المدارس أغلق، وهل كان في انهيار في منازل ولا الوضع إيه في أسيوط بالنسبة للأمطار بالذات القرى يا سيادة اللواء؟ اهلا وسهلا استاذه لميس. اهلا بيك. انا دلوقتي في المنطقه نفسها اللي هي اصابتها السيول من امبارح. الحقيقه احنا من امبارح في المكان ومعانا كل الناس، واحنا الناس كلها ملتفه حوالينا وبنساعد. الضرر كله في في اسيوط في مركز اسمه البداري. البداري ايوه. وتحديدا في ثلاث قرى في البداري، هي قرية العثمانية وقرية وادي الشيح وقرية الهمامية. هم ثلاث قرى محددة اللي فيها الضرر اللي حصل. احنا بنحمد ربنا ان الاضرار ما اصابتش مواطنين في صحتهم او في اولادهم. المستشفيات ما استقبلتش لا وفيات ولا اصابات ولا حتى امراض. بنحمد ربنا على كده. كل الامور الاخرى عبارة عن أضرار في مساحات من الأراضي الزراعية، بالإضافة لعدد من المنازل. الحقيقة ما تهدمش إلا يمكن منزل واحد هو اللي تهدم، وما كانش فيه سكان وما فيش إصابات وما فيش حاجة. كان منزل من الطوب اللبن أو الطوب الني، وإحنا تعاملنا مع صاحبه فورا وعوضنا صاحبه فورا. بقية المنازل كلها عبارة عن الأدوار الأولى في المنازل دخلت فيها الميه طبعاً. وكانت وارتفعت الميه لحوالي تقريبا يمكن في الميه وصلت لحوالي متر في بعض المنازل. المنازل تقريبا كلها ما اتعمل لها حصر مبدئي. حضرتك عارفه الاماكن اللي زي كده، وخاصه امبارح كان ظرف الليل برضه ما ساعدناش قوي في حصر المنازل. يمكن حوالي دخلنا في حوالي 200 منزل. 200 بيت. طب الناس اللي بيوتهم 200 منزل تقريبا دخلت فيهم الميه. طيب البيوت دي الناس حوالي اتفضل البيوت دي ال 200 بيت اللي اهلهم هيروحوا فين يا فندم؟ يعني الناس اللي بيوتهم الدور الاولاني، يعني في احنا استقبلنا ناس اللي ما راحش عند قرايبه، بناخده عندنا في الاماكن العمارات اللي مخصصاها المحافظه لهذا الكلام. لكن يعني انت عارف ان هم طبيعتهم هنا ناس صعايده وناس فلاحين، ما بيرضوش يسيبوا بيوتهم، ما بيرضوش يسيبوا قراهم، وما بيرضوش يسيبوا التكافل الاجتماعي المصري مهم بيتصرف. جدا احنا معاهم ووزاره التضامن الاجتماعي معانا، وفي كل المواد اللي مطلوبه ليهم موجوده معانا وبتتوزع بالفعل، وفي تكافل بين الناس كلها. يعني هم كأقرباء وكأسر وكعائلات كبيرة هم بيشيلوا بعض لان هم ليهم عاداتهم وتقاليدهم المعروفة. طب هل احنا مستعدين؟ 200 منزل. 200 منزل. هل احنا مستعدين الايام اللي جاية؟ احنا سامعين ان في عاصفة كمان قادمة، بس المفروض انها عاصفة ترابية الحقيقة مش عاصفة. لا ان شاء الله حضرتك احنا واخدين كل الاحتياطات، والسيد وزير الري ايضا جاي لنا بكرة الصبح ان شاء الله علشان نشوف الاماكن اللي كان فيها خلل او السد اللي كان فيه خلل وتسبب في هذا الموضوع او تسبب في هذا التدفق. لان في احنا عندنا مخرين كبار مجهزين لاستقبال السيول، عندنا اربع سدود في نفس المكان مجهزه لصد السيول، ولكن للاسف ان في سد منهم انهار امام التدفق الكبير جدا اللي ما كانش يعني هو غير مسبوق بيحصل في اسيوط تحديدا وفي المناطق دي تحديدا كل 10 سنين تقريبا او كل 15 سنه مثل هذا الكلام. ولكن ده السنه دي جه بشكل غير مسبوق، لكن بنحمد ربنا ان مفيش ضحايا. في ايضا زراعات حوالي يمكن 2000 فدان مزروعه قمح ومزروعه برسيم تضررت من هذا الكلام وغرقت بالفعل، واحنا بنعمل حصر كامل. وانا بطمن حضرتك الحكومه ورئيس الحكومه على تواصل معانا تليفونيا بشكل دائم. الحكومة بتقدم كل الدعم للمحافظة، ويمكن السيد رئيس الحكومة قال لي انت محتاج حاجة، انا قلت له لا احنا عندنا اجهزتنا وعندنا امكانياتنا، لان انا جندت كل مراكز المحافظة وكل الاجهزة اللي في المحافظة جت في الثلاث قرى دول بالفعل، ومعداتهم بيشتغلوا في القرى دي بالفعل. احنا من عندنا ومن المحافظة بأكد للناس وبطمنهم ان احنا عندنا مباشره من المحافظه هنعوض الناس دي كلها عن الاضرار اللي اصابتهم سواء في بيوتهم
أو في ده كلام ده كلام مهم جدا. بشكرك يا سيادة اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط. أرجع تاني لقضية الفريق سامي عنان وتعرضه وما قالت حملته أنه تعرض لمحاولة اعتداء عليه. إيمان أحمد المنسق الإعلامي لحملة الفريق سامي عنان. إيمان مساء الخير. مساء النور يا استاذه لميس. يعني الداخليه منذ قليل قالت انها يعني بحثت الامر ولا صحه على الاطلاق لما يعني تقولون انه تعرض لمحاوله اغتيال. ردكم ايه؟ والله يا فندم انا مستغربه جدا من بيان الداخليه وسياده اللواء هاني. المفروض ان الداخليه بتحقق في الامر مش بتصدر قبل ما تحقق. انا لسه موجوده في المكتب يا فندم. انا منسق اعلامي المكتب فريق سامي عنان. نعم. لسه موجوده في المكتب حاليا ولسه حالا يعني لسه حالا يدوب مشي من عندي مثلا ضباط الداخليه. فازاي سياده اللواء هاني طلع واتكلم في التلفزيونات كلها على ان هو بينفي في الوقت اللي لسه الداخليه ما خدتش التحقيقات طيب. اللازمه لهذا الموضوع. اشرحي لي حصل ايه بالظبط يا ايمان. تمام. الفريق يا فندم كان موجود هنا في يوم عادي، نزل الساعه 5 وربع كده 5 وثلث. هو نزل معاه العربيه بتاعته وحارس معاه بتاع سواق العربية، وأول ما نزل كان مشي بالعربية زي طبيعته. هو اللي سايق ولا في سواق؟ لا 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 في سواق يا فندم، في سواق بالعربية. البواب بتاع العمارة خد باله إن في كام تاكسي أبيض. إحنا مطلعين البيان بأرقام صح، وأنا بقول لوزارة الداخلية من خلال برنامج حضرتك إحنا كاتبين أرقام واضحة لتاكسي أبيض كان موجود تحت العقار اللي فيه مكتب الفريق سامي عنان في الدقي، رقمه مظبوط. معلش انا اسفه. ب 4379 تمام. واول ما اتحرك الفريق سامي عنان السواق بتاع التاكسي اتكلم في التليفون وقال بالظبط كده هو اتحرك دلوقتي حالا ودخل يمين في يمين. مين اللي سمعه يا ايمان؟ البواب بتاع العماره. يعني بواب العماره الصعيدي اللي هو يعني عنده حس امني اعلى من اي حد تاني قال الكلام ده، قال خد باله ان في حاجه غلط. فعرف ان هم متبعين خط السير الفريق، ده غير ان في كان عربيه كمان ملاكي موجوده ما عليهاش اي ارقام موجوده متتبعه كمان الفريق. في كمان لما الفريق مشي في طريقه الطبيعي لقي في عربيتين سكودا اوكتافيا زرقاء رقمها د ح ق 914 والثانيه لونها لبني رقمها ع ق 91 83. حاسه انا بقرا معاكي ده في البيان، انتوا كاتبينه في البيان بالظبط. احنا كاتبين كل حاجه كانت واضحه في البيان. انا بصراحه اتفاجئت من بيان الداخلية. خلينا بس نكمل. يعني هو لما شاف العربيتين او لاحظ هو والحارس اللي راكب معاه الموضوع ده عمل ايه بقى؟ هو حاول ان هما يعني يتجاوزوا شويه العربيات بدات ان هي تقريبا تمشي وراهم بسرعه اكبر او حاجه زي كده، عشان انا ما كنتش بصراحه موجوده، بس هو ديت اللي كان واضح من كلام الفريق والسواق بتاع العربيه، ومشي وبعد كده في طريق عكس عشان خاطر ان هم يضللوا السيارات اللي كانت ماشيه وراهم. ففعليا راحوا هم برضو مشوا وراهم في نفس الطريق. طب انتوا اديتوا الارقام دي غير البيان، اديتوا الارقام دي اكيد للداخليه. احنا لسه الحمد لله يعني احنا لسه يعني كنا بنطمن شويه بس على الفريق عنان، لسه ما عملناش محضر رسمي. انا الضابط اللي كان موجود تحت العماره قلت له يا فندم احنا هنطلع البيانات كلها في محضر، وديت بيانات احنا هنطلعها دلوقتي بالصفه الاعلاميه عشان خاطر احنا من حقنا كمان ان احنا نتكلم. فخد البواب واخده على جنب وقال لي انا ماليش دخل بالكلام ده، وخد البواب خد منه معلومات. بس انتوا لسه ما عملتوش محضر. يا فندم. يمكن حضرتك دلوقتي اتفضل. احنا من خلال حضرتك دلوقتي احنا اتكلمنا في البيان بشكل واضح عن مواصفات الطياره ومواصفات السيارات الاخرى. تمام. وكمان لما جهات التحقيق تتخذ الاجراءات القانونيه احنا مستعدين نجري معلومات ثانيه ما ينفعش ان احنا نقولها في بيانات صحفيه. احنا في بيانات صحفيه بنقولها للمعلومات العامه اللي ممكن اي حد ثاني يعرفها بشكل عادي بشكل طبيعي، لكن جهات التحقيق اول ما تتخذ الاجراءات القانونيه احنا هنقدم لها كمان معلومات ثانيه يعني تختص بالاجراءات القانونيه والامنيه. طيب يعني بس الفريق يعني اتكلمتيه وتمام ومفيش حاجه. الحمد لله يا فندم الفريق عنان يعني الحمد لله من الشخصيات القويه جدا واللي ما بيأثرش معاها اي حاجه يعني.
بشكرك إيمان أحمد منسق الإعلامي لحملة سامي عنان. ده بيقول لنا حاجتين أو حاجة مهمة جدا. يعني أولا لازم يكون في محضر علشان الداخلية تبدأ عملها في التحقيق، لكن واضح أنه في البيان في مجموعة معلومات مهمة جدا لازم الداخلية تحقق فيها. لكن ده بيقول لنا أنه مرة أخرى عندما يعلن المرشحين، أي مرشح أو مرشحون من أول ما يعلنوا نيتهم للترشح، دول محتاجين تأمين. لازم يكون في تأمين لكل مرشحي الرئاسة منذ اللحظة الأولى، وده موضوع شديد الأهمية. لا يجب أن ننتظر حتى أن هم يطلبوا أو حتى ننتظر لإعلان النتيجة النهائية أو القائمة النهائية، لأن ده بيتكلم على أسبوع 10 أيام. بمناسبة الترشح أو بمناسبة الإجراءات، إحنا كنا متوقعين أن الإجراءات تتسارع. بكرة اللجنة العامة للانتخابات، المفروض اللجنة العليا للانتخابات المفروض أنها تبتدي تعلن أو يعني في اجتماعاتها ربما تعلن عن التوقيتات، لكن احنا كنا متوقعين أنه المشير السيسي يعلن عن ترشحه خلال بكرة بعده أو بعد يعني في غضون هذه الأيام. معلوماتنا بتشير إلى أن هذا الأمر ربما قد يتأخر. مرة أخرى معلوماتنا تشير إلى أن إعلان المشير السيسي قد يتأخر، يمكن يفاجئنا ويعلن بكرة، لكن معلوماتنا بتشير أنه قد يتأخر عدة أيام في إعلان الترشح. وأيضا معلوماتنا أيضا بتقول أنه قد تتأخر أيضا، عندنا أسبوع كمان اللجنة محتاجة في عدد من الإجراءات أنها أو التنظيمات الداخلية والترتيبات الداخلية لترتيبات قبل أن تعلن عن فتح باب الترشح. احنا كنا متوقعين عن فتح باب الترشح يوم 19، يعني ربما يتأخر يومين، لكن مرة أخرى معلوماتنا بتشير إلى أنه ربما قد يتأخر عدة أيام ترشح المشير السيسي. كنا متوقعينه غدا، بصراحة كان الموعد اللي كنا متوقعينه غدا، حتى منشد اليوم السابع النهاردة طالع بهذا المضمون، وإحنا كنا قلنا الكلام ده قبل كده، لكن لسه يعني هذا الأمر غير مؤكد وقد يتأخر عدة أيام لبعض الترتيبات، يعني عنده بعض الترتيبات، هذا أمر يخصه ويخص القوات المسلحة. قضية اقتصادية مهمة جدا، لازم بس قبل القضية الاقتصادية الحقيقة أعلق على الاتيتيود اللي انا سمعاه من المحافظين، وده الحقيقه شيء يجب ان هو يحترم ويحيى. احنا بنتعرض لمآزق كثيره جدا، وبنتعرض لسيول، وبنتعرض لمشاكل وحوادث، ودي بلد بنيتها الاساسيه مهترئه، لا جاهزه الامطار ولا جاهزه للسيول ولا جاهزه لاي حاجه، مش جاهزه للمطر العادي، بتغرق في شبر ميه. لكن يعني من مكالمتين الحقيقة، ويعني ربما يكون معانا بعد كده عدد آخر من المكالمات، أنا أشعر أنه في حماسة في العمل، أنه في ردة فعل سريعة، أنه في محاولة لتدارك الأمن بسرعة. وزارة التضامن على طول موجودة لأنها تشوف مين اللي تضرر، المحافظين واقفين على الأرض، يعني في إحساس مختلف. أتمنى أن يكون الإحساس ده حقيقي، يعني أتمنى ألا يكون مجرد من إحساسي بيهم على الاتصالات وأيضا من مراسلنا اللي موجودين على الأرض في المحافظات، أتمنى يكون هذا الإحساس حقيقي أن هناك أداء مختلف. يعني أنا أشعر بأداء مختلف من المحافظين وسرعة رد فعلهم في إنقاذ الناس في مواجهة هذا الأمر. والسيول دي أمر يعني بالنسبة لنا يجب أن احنا نعتاد عليه، عندنا موسم بيحصل في كل أنحاء العالم، وبالتالي يجب أن نتعامل معاه. إن شاء الله لما نحلم بقى نحلم بشبكة صرف محترمة، نحلم ببلاعات، نحلم بأن احنا نعرف يبقى عندنا سدود محترمة، يعني إن شاء الله في الأحلام القادمة في الحياة القادمة لما نتحول كلنا لسمكة وكده، يعني إن شاء الله في الحياة الأخرى نحلم بحاجات تانية. لكن بشكر كل المحافظين اللي تحركوا على الأرض سريعا. طيب، في قضية الحقيقة بتشغل مجتمع الأعمال وبالتالي وبالذات مجتمع الاتصالات في الفترة القادمة، وهي قضية الرخصة الرابعة للمحمول. الدولة قررت أنها هيكون الرخصة الرابعة دي للمحمول، اللي هتاخدها المصرية للاتصالات شركة الحكومة. خليني أشرح لكم كده الموضوع باختصار عشان نقدر نفهم هذا الموضوع.
شركة الحكومة المصرية للاتصالات التي تمتلك فيها الدولة حوالي 80%، المفروض أنه هي التي ستسند إليها الرخصة الرابعة للمحمول. طيب، جم الثلاث شركات من القطاع الخاص اتصالات أو بالترتيب كده موبينيل فودافون واتصالات، وأبدوا كثير من الإنزعاج، بل أنهم هددوا باللجوء للتحكيم. ليه؟ من وجهة نظرهم، ودي وجهة نظر ولازم نسمع وجهتين النظر، من وجهة نظرهم أن ده فيه واحد إخلال بالمنافسة، لأنك بتضع القطاع الحكومي أمام القطاع الخاص. اتنين، المقابل اللي مقدماه المصرية للاتصالات أو اللي مقدماه الدولة مقابل لا يرضي، لأن هم قالوا لهم طيب إحنا هناخد الرخصة الرابعة وهنديكوا حق الخطوط الأرضية أو التليفون الثابت. هما طبعا بيقولوا التليفون الثابت لم يعد مغريا لمجموعة من الأسباب. واحد، إن الانفراستراكتشر أو البنية الأساسية اللي موجودة بنية يعني لازم هدخل عن طريق المصرية للاتصالات، البنية دي بنية أوريدي تم استهلاكها بشكل كبير، غير مسموح لنا إن إحنا نعمل بنية أساسية للخطوط الثابتة، وحنستخدم البنية الأساسية الموجودة، وبالتالي هي بنية يعني ده مش موضوع مغري على الإطلاق ومش هيدينا قدرة توسع. ثلاثة، إنه الحقيقة في conflict of interest أو في تعارض مصالح، لأن المصرية للاتصالات يعني تمتلك 45% من شبكة فودافون، وبالتالي هناك تعارض للمصالح، وكان في كلام أنه قد تتخارج المصرية للاتصالات وقد تبيع حصتها في فودافون إذا ما حصلت على الرخصة الرابعة. رابع حاجة، هم بيقولوا والله يا جماعة هل من صالح المجتمع، هو ده السؤال اللي احنا بنسأله، هل من صالح المجتمع أن تحصل الشركة الحكومية على هذه الرخصة، أم أن من صالح الاقتصاد المصري أن تعرض هذه الرخصة للمنافسة والمزايدة الدولية، وبالتالي يكون عندنا دخل ويكون عندنا دولارات ويكون عندنا استثمار. على الجانب الآخر، احنا عندنا ثلاث شركات أجنبية تسيطر على المحمول، فربما يكون أيضا من الصالح العام أن يكون عندنا شركة وطنية تمثل الشبكة الرابعة. الشركة دي بتشغل 50,000 مواطن، الشركة دي أرباحها بتذهب ليس فقط لتطوير الاتصالات ولكن تذهب في الخزانة العامة للدولة. فعندنا وجهة نظر أخرى بتقول لأ، لازم الدولة ولازم يكون في للشركة الحكومية يكون لها يد وتكون لها باع في هذا الأمر. هذا أمر، ودول وجهتين النظر اللي موجودين على الخريطة. خلال أيام سيعلن هذا الأمر، ولكن هذا الأمر يبدو أنه بيؤرق قطاع الاتصالات بشكل كبير. المهندس هشام العلايلي، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، مساء الخير يا فندم. صح، مساء الخير أستاذ هشام. طيب، أيوة سامعني يا فندم. سامع حضرتك، اهلا بيك. يعني هل حصول، او بسالك هنا كجهاز تنظيم اتصالات، هل حصول المصرية للاتصالات على الشبكة الرابعة فيه اخلال للمنافسة؟ طب تسمحي لي حضرتك بس اوضح بعض النقاط. اتفضل. لان اعتقد اولا احنا ما بنتكلمش على حاجة اسمها رخصة رابعة، احنا بنتكلم على حاجة اسمها رخصة موحدة. بمعنى انا بيكون عندي الاربع مشغلين اللي هم سواء الثلاثة محمول والشركة المصرية للاتصالات اللي شغالة في الثابت، هيبقى عندهم نفس الحقوق والواجبات. ده أول حاجة. ثاني حاجة، رؤية الجهاز والسياسة اللي بيوضحها إنه بينمي السوق، فأنا بوضع خطط إن السوق ينمو. ينمو إزاي؟ إن الأربعة يبقى عندهم نفس الحقوق والواجبات ويقدروا يقدموا كل خدمات الاتصالات، فبالتالي يبقى في تنافس يعود بالنفع للمستخدم، ويبقى في تنافس عشان يبقى في إبداع وتقديم عروض يستفيد بها الكل، والشركات برضو انها تربح طبعا. المعلومة الثانية يا فندم، حضرتك قلتي ان كل الشركات هددت بالتحكيم الدولي، انا معلوماتي لانها بتهدد، انا بس ما بقولش انها لجأت، انا قلت تهدد لان انا عندي بيان بيقول كده. انا بقول هددت، انا معلوماتي واللي اتقال حتى في وسائل الاعلام ان موبينيل قالت ان ما عندهاش نيه اللجوء للتحكيم. فانا عايز برضه احنا كده بنتكلم ان موبينيل قالت اوكي، لكن المشكله في فودافون واتصالات. اوكي، انا حضرتك بس انا بوضح المعلومه، حضرتك قلت ان الثلاث، طب يعني شركتين من الثلاثه هددوا باللجوء للتحكيم الدولي. انا بقول لحضرتك ان انا معلوماتي واللي اتقال حتى في الاعلام عن طريق موبينيل
انما انا يعني انا عندي بيان من فودافون وعندي بيان من اتصالات، فبالتالي بس انا حبيت اوضح المعلومه دي. فموبينيل ما عندهاش مشكله، المشكله في فودا. طيب ارجع تاني لقواعد المنافسه، عايز اوضح بس شويه نقاط معلش حضرتك اسمحي لي ثلاث دقائق بس. الموضوع الحاجه الثانيه، احنا بندي نفس الحقوق والواجبات، بمعنى احنا هنخلي برضو حاجه اسمها كيان وطني يسمح بانشاء بالاستثمار وانشاء البنيه الاساسيه. احنا بنعاني من بنيه اساسيه ما حصلش استثمار فيها كافي، فبالتالي احنا عايزين يبقى في كيان وطني هؤلاء الشركات يكونوا شركاء فيه ويقدروا يستثمروا وينشئوا بنيه تحتيه، بالتالي يقدروا يقدموا كل الخدمات اللي هم عايزينها. وانا كمان هعمل ايه؟ هيبقى في تكلفه للشراكه، يعني النهارده الشركه النهارده لو كانت هتتحمل 100% من تكلفة إنشاء بنية تحتية لو هي عايزة تعملها هيبقى في تكلفة للشراكة، فدي ميزة إضافية لهؤلاء الشركات. النقطة الرابعة، 45% من فودافون حضرتك اللي هو نسبة الشركة المصرية للاتصالات في فودافون، الموضوع ده محسوم، محسوم بمعنى؟ كل الشركات تعلم أنه محسوم. يعني برضو انا لا معلش تاني باشمهندس، محسوم ازاي؟ النهارده كان في بيان للبورصه بيقول ان المصريه للاتصالات غير مضطره للبيع. النهارده يا فندم احنا بنقول ان المصريه للاتصالات اذا حصلت على انها لجأت الرخصه الموحده ويبقى عندها الحق في تقديم خدمات المحمول، هيبقى في تعارض مصالح. مظبوط. بالنسبه لمصلحتها فودافون، فبالتالي هندي فتره زمنيه اعتقد انها هتكون في خلال سنه ان يوجدوا في التفاوض مع فودافون للتخارج من الشركه. يعني حضرتك بتقول لي انه في سنه كامله هيكون فيها المصريه للاتصالات حاصله على رخصه؟ في سنه كامله المصريه للاتصالات مش هتكون من اول يوم، مش هتكون ممثله في مجلس اداره فودافون، انما عشان كل واحد ياخد حقه لازم يبقى فيه فترة زمنية تفاوض. مظبوط. بس يعني أنا بس يهمني هنا معلش إن الجهاز تنظيم الاتصالات يكون على مسافة واحدة من الجميع، لأن هو هنا جهاز رقابة. بالضبط يا فندم، وإحنا سواء على شركة الحكومة أو القطاع الخاص. بالضبط. وعلى فكرة الشركة المصرية للاتصالات دي شركة يعني حضرتك بتقولي حكومية، هي الدولة تملك فيها 80%، بس 20% مطروحة في البورصة. اي فندم بس 80% تملكها الدوله، يعني معلش ايوه يعني ماجوريتي، يعني احنا بنتكلم في ماجوريتي يعني. ايوه ماشي، بس انا بس عايز اوضح النقطه دي. النقطه الاخيره يا فندم، حضرتك قلتي ان الشركات بتقول المفروض يبقى في منافسه ومزايده دوليه. اللي احنا بنقترحه يا فندم كرخصه موحده ده اتجاه عالمي، احنا ما بنخترعش، احنا بنشوف الاتجاه اللي هو بيسموه كونفرجن كونفرجنس بين خدمات الثابت والمحمول. حضرتك لو رحت في اي بلد دلوقتي في اوروبا ولا في امريكا ولا البلاد المتحضره، المشغل من حقه يقدم كل خدمات الاتصالات. تمام. طيب سؤال تاني، اتصالات الامارات دفعت 16 مليار في الرخصه الاخيره من عده سنوات، كم ستدفع المصريه للاتصالات او المصريه للاتصالات اساسا هتدفع فلوس؟ حضرتك انا عايز احدد نقطتين مهمين. شركة اتصالات الامارات دفعت هذا المبلغ، كان تشبع في السوق تقريبا نسبة التشبع 40%، احنا وصلنا لتقريبا 115. مظبوط. والحاجة الثانية والمهمة جدا، كان فيها جزء كبير من الترددات. المرحلة الأولى من الرخصة الموحدة هي بدون ترددات، فلازم نفهم برضو الموضوع ده مهم جدا. لا يعني ايه يا فندم معلش افهم بقى، حضرتك بتقول لي ده عشان تقول لي ان مصريه الاتصالات هتدفع اقل؟ لا انا بقول لحضرتك ان تصعير الرخص بيكون معتمد على حاجات معينه، اركان الرخص، واكثر شيء مكلف بالرخصه هو الموارد النادره، الموارد النادره هو التردد، الترددات. فبالتالي اول سنتين من الرخصه الموحده المصريه للاتصالات هيبقى تقدر تشغل تقدم خدمات المحمول على شبكات المحمول الموجوده، فهي مش محتاجه لترددات، وكذلك شركات المحمول هتقدم خدمات الثابت على شركه
على شبكه المصريه للاتصالات. اه بس هم اشتكوا من الموضوع ده، حضرتك عارف ان مشكلتهم الاساسيه، وهرجع للفلوس، حضرتك ما ردتش على موضوع الفلوس، بس هرجع تاني. هم اشتكوا من حضرتك، انا الفلوس برضه عشان اكون واضح جدا، انا ما اقدرش اصرح بتسعير الرخصه غير اما مجلس الوزراء يوافق على الرخصه، وده تقريبا المعلومه الوحيده اللي مش عند الشركات النهارده عن الرخصه الموحده. اصل انا اللي يهمني بصراحه كمواطن يا فندم ان انا تخش لي فلوس عاد سعر الرخصه. حضرتك انا اللي يهمني كمواطن ان انا في هذا الوقت اهم استثمارات دخلت البلد في السنوات الماضيه كانت استثمارات التلكوم، وبالتالي انا اللي يهمني في هذا الوقت هي ان الدوله يخشها فرع، يخشها اف دي. يا فندم احنا لازم نفهم التوجه النهارده اللي رايح في العالم، في 38% نمو على حركه الانترنت في منطقه الشرق الاوسط، فبالتالي يهم الدولة والجهاز كرؤية أنه يجذب أكبر قدر من هذه الحركة، يبقى بالتالي أنا لازم أركز في الاستثمار في البنية الأساسية وليس في الاستثمار في سعر الرخصة. بمناسبة وأكرر وأقول لحضرتك أن سعر الرخصة مرتبط بترددات، فالمرحلة يعني أنت بتكلمني أن البنية الأساسية هو دلوقتي، معلش عشان أفهم، معلش بس أكمل بس دي واحدة، المرحلة الثانية من الرخصة الموحدة اللي هيكون فيها فعلا سعر للترددات، وده اللي هيبقى فيه السعر اللي ممكن حضرتك تقارنيه وقتها زي ما تقولي لي اتصالات دفعت كام سنه كام والكلام ده. طيب معلش، هيبقى فيه مزايده على الترددات. بمناسبه البنيه الاساسيه يا باشمهندس، الشكوى الاساسيه من الشركات الثلاثه انها تستخدم نفس البنيه الاساسيه للخطوط الثابته، وغير مسموح لها انها تتوسع في هذه البنيه الاساسيه. تاني حاجه انها في قضيه الدولي، وهي القضيه الاهم واللي بتجيب فلوس اكتر، هي لسه بتمشي عن طريق بوابه المصريه للاتصالات. هل هذا دقيق؟ لا حضرتك معلش برضه اصحح المعلومات. فضل. اسمحي لي، اولا بالنسبه للبنيه الاساسيه انا قلت لحضرتك واختار، احنا جوه الرخصه الموحده من المرحله الاولى حتى في هننشئ كيان وطني، الكيان الوطني ده هيكون في الشركات مساهمه فيه، ويقدر يبني بنيه اساسيه، كابلات الياف ضوئيه فتسمح ان احنا يبقى عندنا سرعات عاليه جدا ونقدم خدمه بجوده عاليه. ده الشركات هتكون شريكة في هذا الكيان، وبالتالي هتقدر تبني في البنية الأساسية، هيبقى عندها الاختيار انها تروح للشركة المصرية للاتصالات او عن طريق هذا الكيان. فحضرتك النقطة دي عايز اوضحها، ما نقدرش نقول اللي هيبقى هو ما عندهاش غير ده، بالعكس انا بديهم الاختيار، وهيبقى عندهم الاختيار يا اما يبني بنفسه عن طريق هذا الكيان او ياخد ياجر من الشركه المصريه. طب بشكرك. النقطه الثانيه حضرتك قلتي على الموضوع الدولي، ودي نقطه مهمه جدا، انا بقول لحضرتك الشركات النهارده من 2007 عندها الحق انها تدخل تاخد البوابه الدوليه، وتعرض وعندهم كان كذا حاجه ان ياخدوها من 2007، هم ما خدوهاش ليه؟ وبعدين اللي احنا بنقوله في المرحله الثانيه هتكون في شروط جديده مناسبه للجميع، فانا برضو احب اوضح ان الكلام ده كلام. هم الحقيقه الشركات ترد لو عايزه، لكن واضح ان الشركات متحرجه جدا من الرد، يعني بتصدر بيانات فقط. انا بشكرك مهندس هشام العلايلي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، معي على الهاتف ايضا مهندس محمد النواوي رئيس التنفيذي للشركه المصريه للاتصالات. باشمهندس نواوي، ايه اللي هيعود بالنفع على المصريه للاتصالات وهي شركه مهمه وشركه وطنيه ويجب ان نساندها جميعا، ايه اللي هيعود بالنفع عليها طالما السوق وصل لمرحله اشباع 115%؟ انا بشكر حضرتك على السؤال ده، ويعني بدء انا عايز اقصر اجابتي على الشركه المصريه للاتصالات. هذه الشركه العظيمه اللي هي 80% منها مملوك للشعب المصري طبعا، وهذه الحقيقه الشركه إن احتكرت فهي تحتكر حاجة واحدة بس، إن هي المشغل الوطني التاريخي الوحيد في العالم المنزوع منه المحمول، وهذا الوضع الشاذ الغير موجود في أي حتة في العالم هو ما تحتكره المصرية للاتصالات ولا تحتكر أي شيء آخر. أنا من شوية سمعت حضرتك بتتسائلي بالنسبة للبنية الأساسية، طبعا الحمد لله رب العالمين البنية الأساسية بتاعت المصرية للاتصالات على اعلى مستوى، وما عندناش يعني أي إحساس بانها يعني انها لم تقم بالواجب اللي هي قامت بيه في السنين اللي فاتت، ولكن احنا الحقيقه عارفين ان جميع المشغلين عندهم تراخيص تسمح لهم انهم يبنوا
بنى اساسيه خاصه بيهم هم، وخيار انهم يستخدموا خدمات المصريه للاتصالات هو خيار احسبه يعني لجوده الخدمه لدى المصريه للاتصالات. بس لو سمحتي لي حضرتك، اهم من كده وده الشيء اللي يمكن يعني عايز التقط الخيط اللي حضرتك بتسمحي لنا بيه دوت ان انا اوضحه. سوق الاتصالات في جمهوريه مصر العربيه حوالي 35 مليار جنيه سنويا. صحيح. 30 مليار منهم خدمات المحمول. تمام يا فندم. البنيه الاساسيه لخدمات اللي ثلاث شركات محمول بتشتريها من المصريه للاتصالات اقل من مليار جنيه سنويا. يعني هم بيشتغلوا في المساحه ما شاء الله لا قوه الا بالله 30 مليار جنيه. لا والتليفونات بتقطع ايه؟ ده احنا المكالمه بنعملها في خمس مرات يا استاذ نواوي. اذا اذنتي لي يا فندم، بيسدد لي قصاد ال 30 مليار جنيه دي مليار جنيه واحد بنيه اساسيه. طبعا هو اللي بيخلص. يعني انت بتقول لي ان هذه الشركات انفقت مليار جنيه واحد من كل هذه الارباح على البنيه الاساسيه؟ لا، انا بقول الايراد السنوي بتاع المحمول بتاع الثلاث شركات يتخطى ال 30 مليار جنيه. ده طبعا طلع من سنه 98. تمام، هم بقى انفقوا على البنيه الاساسيه يمكن السنه اللي فاتت يكون الوصل رقم ل 32 مليار جنيه. هو بيصرف عندي انا، بيصرف لي سنويا الفاتوره المجمعه بتاعت الثلاث شركات في المساحه بتاعت خدمات البنيه الاساسيه حوالي مليار جنيه. فانا بس عايز اوضح ان هو نمره واحد عنده الحق انه يبني الشبكه بتاعته. ثانيا الحجم الشغل اللي احنا بنتكلم عليه ده هو مليار جنيه سنويا. طيب حضرتك من شويه ذكرتي الحقيقه حاجه جميله جدا، غير ان احنا المشغل الوطني التاريخي الوحيد في العالم المنزوع منه المحمول، غير اننا الشركه المملوكه 80% للشعب المصري. انا اؤكد لحضرتك ان هذا السوق المصري ده سوق شامخ وسوق جذاب، ولولا انه كذلك ما كان يوصل نسبه الملكيه الاجنبيه لخدمات الاتصالات لمرفق الاتصالات تقديم خدمات الاتصالات في جمهوريه مصر العربيه ل 72%. طب بصراحه طب بصراحه باشمهندس، يعني هل يعني تفتكر ليه الغضب من هذه الشركات او على الاقل من شركتين فيهم وتهديدهم باللجوء للتحكيم؟ انا الحقيقه بعتبر شركات المحمول شركائي في التنميه، ولا استطيع اني اقول غضب لاني يعني ما اعرفش ايه اللي في النفوس. لا يعني انا بسعد بان انا اشتغل معاهم، ويعني والسوق شامخ وسوق كبير. بس اذا سمحتي لي حضرتك، برضه يعتبر نجاح غير عادي ان المصريه للاتصالات 16 سنه بره المحمول. ده نجاح غير مسبوق. ماشي باشمهندس، بس انا عندي سؤال. غيره ورغبه في المحافظه على هذا النجاح. السوق ساتوريتد، يعني السوق اوفر ساتوريتد، السوق 115%. انا هستاذن حضرتك علشان برضه لغه الارقام قد تكون لغه جيده جدا. السوق المصري غير قابل للساتوريشن، غير قابل للتشبع، واسمحي لي اشرح حضرتك ليه. اتفضل. ثلثي الشعب المصري تحت 25 سنه، 18 مليون مسكن بيضاف اليهم نص مسكن جديد، نص مليون مسكن جديد كل سنه. لو تبص حضرتك على السوق ده، السوق ده سنه 98 كان 4 مليار جنيه، سنه 2012 كان 35 مليار جنيه، يعني السوق ده زاد 700% على مدار 15 سنه. اللي بحاول اقول لحضرتك ان هذا السوق الولاد البكر الذي لا يزال ينمو بيحقق نسبه نمو في مساحه الداتا تتخطى ال 50% في الداتا المحمول. انا في حاجه يعني انا عارف انها تهم حضرتك شخصيا اذا سمحتي لي. انت عارفه حضرتك ان شركات المحمول الثلاثه بيقدموا خدمه الداتا الثابت، يعني الثلاثه بيقدموا خدمه الداتا الثابت اللي هي دي اس ال، هم الثلاثه بيقدموها. طيب. كل واحد فيهم بيقدم هذه الخدمه، فاذا هم الثلاثه بيشتغلوا في مجال الثابت ايضا بالفعل. طيب. معلش خليك معايا يا باشمهندس، انا معايا على الهاتف ايضا الاستاذ حسام صالح خبير الاتصالات. باشمهندس حسام، لصالح المواطن أيهما أفضل، إنه الرخصة الرابعة أو الرخصة المتكاملة تكون، يعني الرخصة الرابعة دي تطرح ليه أو تأخذها المصرية للاتصالات وهي شركة وطنية فلوسها في النهاية وأرباحها تذهب لخزانة الدولة تشغل ناس، احتكار الأجانب، كل الكلام ده، الحالة السيئة لشبكات المحمول، ولا طيب ولا يعني يبدو إن الأستاذ حسام صالح مش معانا. طب باشمهندس نواوي أرجع لك مرة أخرى، هل ستبيع المصرية للاتصالات حصتها في فودافون إذا ما حصلت على الشبكة على هذه الرخصة متكاملة؟ الحقيقة حضرتك إحنا مساهم أقلية في فودافون، ليس لينا أي رأي في الإدارة وليس لينا أي دور على الإطلاق. والقرار ده يعني إذا جهة حكومية خطتنا رسمي بشأنه، فإحنا طبعا بنتبع نظام الحكومة ونظام الدولة يعني.
لحد هذه اللحظه انا لسه ما جاليش خطاب رسمي بذلك. خطاب رسمي بايه؟ بالتخصيص ولا خطاب رسمي بشان ان انا يعني دوري مع فودافون لازم يتغير، لان لو سمحتي لي حضرتك بقالي 10 سنين انا بشتغل في الثابت وفودافون بتقدم داتا ثابت، يعني بقالي 10 سنين هم بالفعل بيتنافسوا معايا. لا بس معلش انا برجع تاني لفكره الكونفليكت اوف انترست يا استاذ نواوي، وحضرتك فاهم. انا بشرح لحضرتك ان اذا سمحتي لي حضرتك انا بكلم كلام يعني دقيق جدا. هل فودافون بتقدم خدمه الداتا الثابت؟ نعم ام لا؟ الاجابه هي نعم، وبالفعل انا شريك. فاذا فكره المنافسه والشراكه موجوده في هذا القطاع منذ قبل. بس يعني انت بتقول لي انه ليس بالضروره ان تبيع المصايد اتصالات حصتها في فودافون الا اذا جالها طلب من، بس يعني الجهاز تنظيم الاتصالات بيقول كلام غير ده، بيقول سيجب على المصايد اتصالات ان تبيع حصتها اذا ما حصلت على الرخصه الرابعه. وبالطبع ده جهاز حكومي، واذا في جهاز حكومي مختص خطبنا في هذا الشان فطبعا هنسمع الكلام طيب. بتاعه. ما خليك يعني اما انا من وجهه نظري، انا من وجهه نظري ان احنا بقالنا سنوات كثيره بنتعاون مع بعض وبنشتغل مع بعض واحيانا ايضا بنتنافس مع بعض وكل شيء يتم، ولكن طب معلش يا باشمهندس نواوي خليك معايا عشان استاذ حسام رجع لنا تاني. استاذ حسام صالح خبير الاتصالات، باشمهندس حسام اين المصلحه؟ انه يخش لي اف دي اي من جوه ولا ان المصريه للاتصالات الشركه الوطنيه تحصل على الرخصه الرابعه؟ هو لو جاي من جوه ما يبقاش اف دي اي. نعم يا فندم مش سامعك. هو لو جاي من جوه مش هيبقى اف دي اي. هو لو جاي من جوه فده استثمار الموجود بتاع الشركه المصريه للاتصالات، وزي ما انا سمعت حضرتك في الاول انا ما قدرتش اسمع المهندس نواوي كويس، انما انا سمعت حضرتك وحضرتك بتتكلمي على المصلحه الوطنيه اللي موجوده مع المصريات. نعم. ودي من المؤكد ان كلنا حريصين على المصلحه بتاع الشركه المصريه للاتصالات اللي بقالنا سنين طويله في استثمارات في البنيه بتاعتها، في استثمارات كبيره ليها، وانها لما نزلت في البورصه حركت سوق الاتصالات وحركت شكل سوق الاتصالات المحلي في مصر تحريك عظيم. الكلام دلوقتي هو الحته اللي كان يمكن المهندس هشام العلايلي اشار ليها، ان احنا لسه ما شفناش الرخصه على الارض. اللي احنا بنتكلم عليه هو الشروط اللي تم تداولها او تم الناس تعرفها، ممكن يكون المهندس حامد النواوي عنده تفاصيل الشروط، انما الاجزاء اللي كانت مهمه عند الشركات بتاعت المحمول اللي اتكلموا فيها، واحدة منهم كانت ان هم مش هيقدروا يحصلوا على حق ان هم يبقى عندهم زي ما بنقول شبكة فايبر في الشارع او حقوق الفايبر في الشارع غير كمان سنتين. يمكن الناس تقول طب هو ليه يحب ان هو ده عنده شبكة بتاعته؟ ممكن يبقى عنده شبكة بتاعته بيستخدم اي تكنولوجيا تانية، والتكنولوجيات لا تنتهي، فممكن يكون هو عنده خطط شايفها للمستقبل هيعمل بيها الشبكه بتاعته، وبالتالي ما ينفعش ان انا احكر على حقه في ان هو يبني الشبكه بتاعته بالشكل اللائق من اول يوم. طبعا عدم اتاحه ترددات لمصريات الاتصالات من اول دقيقه برضو حاجه من ضمن الحاجات اللي هو طب هو انا مش عايز اديله ترددات من الاول، او لو انا مش هديله ترددات من الاول وهو هيبقى موجود زي ما بنسميه مشغل افتراضي على الثلاث شبكات الموجودين، يبقى هو دلوقتي بياخد جزء من حصه الشبكات الحقيقيه اللي موجوده على الارض بهذا المشغل الافتراضي. هل ده لان لازم ادي لمصريه الاتصالات الحق في ان هي يبقى عندها تليفون محمول؟ من المؤكد ان اي شركه اتصالات في العالم النهارده من حقها مش من حقها تحب ان هي يكون عندها محمول. الشروط اللي انا يبقى عندي محمول بيها ويبقى عندي بوابه دوليه على الاتصالات الدوليه، لان هو الفلوس كلها يعني زي ما بيقولوا الكريمه كلها موجوده في الحته بتاعت الاتصالات الدوليه. نعم. فبوابه الاتصالات الدوليه هي جزء مهم جدا من الموضوع، لازم نبقى احنا شايفين مكانه فين. طيب. طبعا احنا ما سمعناش حاجه عن التسعير. الكلام اللي الدارج في السوق واللي الناس بتقوله ان هي الرخصه المتكامله او يعني درج اسمها على انها الرابعه انها بدون مقابل، وهو ده اللي يمكن استفز ناس كتير قوي ان ازاي بدون مقابل، لان لو احنا نذكر
لما كانت حضرتك اتصالات دفعت 16 مليار مظبوط. لا حضرتك بس نفتكر ان في وقت ما اتصالات دفعت 16 مليار ده كان بمزاد علني، وهذا المزاد العلني كان في كونسورتيوم من ضمن الكونسورتيوم اللي موجود على الترابيزه، كونسورتيوم المصريه للاتصالات طرف فيه. صحيح. يعني المصريه للاتصالات كانت بتسعى للحصول على الرخصه الثالثه بتاعه الموبايل برضه. طب انا معلش عشان وقتي، انا بشكرك استاذ حسام صالح. مهندس نواوي تحب تضيف حاجه؟ هل الرخصه دي لها ثمن؟ هتدفعه ثمن ولا ايه بالظبط السعر؟ ايه التسعير؟ هو الحقيقه انا ما كنتش سامع اي شيء من الجزء اللي فات، فهرد بس على السؤال بتاع حضرتك، وهو ان طبعا اللي بيحدد السعر هو الجهاز الحكومي، وانا لسه ما اخترتش باي سعر من الجهاز. بس انتوا اكيد بتظبطوا ميزانيتكم، يعني هل انتوا مستعدين انكم تدفعوا 16 مليار ولا بنتكلم في امور اخرى؟ لا انا ما اقدرش اعقب ولا اعلق، انا مستني راي الجهاز الحكومي بشان السعر، وانا متاكد انه يكون سعر عادل لان اجهزه وطنيه واحنا شركه 80% منها ملك الشعب المصري. بشكرك مهندس محمد النواوي رئيس تنفيذي للشركه المصريه للاتصالات، والمهندس حسام صالح، والمهندس هشام العلي. من الاخر احنا كشعب، كخزانه عامه، كمجتمع عايزين استثمارات، عايزين فلوس تدفعها بقى المصريه للاتصالات يكون شيء جميل، لان في النهايه هذه شركه وطنيه، واحنا يهمنا وجود شركه وطنيه ضمن هذا الصراع الاجنبي على سوق الاتصالات في مصر. والحقيقه انه استثمارات الاتصالات في مصر ما كانتش استثمارات عبقريه جدا، لو الارقام اللي بيقولها يعني مهندس هشام العلايلي انه 35 بارباحهم 35 مليار وانفاق فقط مليار جنيه على الانفراستراكشر او البنيه الاساسيه، ده اكيد واضح يا جماعه من التليفونات عمالة تتقطع في اليوم 10 مرات. فاحنا بنتكلم على انه بالتأكيد اللي يهمنا ان احنا الخزانة العامة تدخل لها مبلغ مهم في كاستثمار، لان ده واحد من اهم الاستثمارات اللي موجودة في البلد. اهم استثمار اجنبي دخل البلد في الفترة الماضية كان استثمار موبينيل، فودافون، و الاتصالات اللي كان في الاخر 16 مليار جنيه، وكان بمزايده واضحه جدا كسبت فيها اتصالات. على الجانب الاخر مهم جدا ان احنا نراعي انها شركه وطنيه بتشغل ناس، شركه وطنيه قعدت مده طويله بدون محمول. ده قضيه مهمه جدا، وجود شركه وطنيه وذراع حكومي موجود ده مهم جدا. الموازنه بقى هنا هي القضيه، وهي اللي بيحددها صانع القرار السياسي، لكن اظن ان صانع القرار الاقتصادي لازم يكون له رؤية، ولازم يكون الجهاز التنظيم الاتصالات على مسافة واحدة من الجميع، ويكون واضح انه حدوده في التعامل مع القطاع الخاص زي القطاع العام، حدود المنافسة، التخارج ما بين المصريه للاتصالات والتخارج من فودافون، لان ده تعارض مصالح واضح جدا. القرار المفروض هيأخذ خلال ايام قليلة، لكن حبينا نعرض لكم هذا الجدل اللي موجود في الشارع الاقتصادي المصري. فاصل ونتكلم بقى على خناقة الاسمنت. امبارح كنا بنكلمكم على اجتماع اللجنة الاقتصادية او لجنة الطاقة حول استخدام الفحم او ما يسمى بالمزيج الاوروبي وتطبيق المزيج الاوروبي في الطاقة بالنسبة لمصانع الاسمنت. وخرج الاجتماع كما قال لنا المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء انه بالفعل خرج بانه بالفعل المزيج الاوروبي في جزء كبير من الفحم، استخدام المخلفات، وجزء اخر من الغاز، وقال انه ال 15 يوم التي منحها السيد رئيس الوزراء للسيده وزيره البيئه هتكون لدراسه المعايير البيئيه التي تطبق على استيراد الفحم. يعني خرجنا من هذه الجلسه بانه هيتم استيراد الفحم لاستخدام المصانع، ولكن مصانع الاسمنت بالذات، ولكن فقط السيده وزيره البيئه تدرس المعايير البيئيه لذلك. النهارده خرج لنا تصريحين. تصريح من السيد الوزير، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، الوزير منير فخري عبد النور، بيؤكد هذا الكلام وهذا الاجتماع اللي احنا سمعنا منه أطراف كتيرة جدا، وبيقول انه بالفعل هيتم ان هو ال 15 يوم دي هتكون لدراسة المعايير البيئية التي ستنفذ، وان هو رئيس الوزراء وجه بدراسة كيفية الاستيراد الآمن للفحم لاستخدامه في صناعة الأسمنت. وتوقع حتى منير عبد النور توقع أن
يبدأ استخدام الفحم في صناعة الأسمنت في سبتمبر المقبل. ده قال التصريحات دي على هامش الاجتماع اللي كان عامله في البورصة صباح اليوم. على الجانب الآخر صدر بيان آخر أو تصريح آخر للسيدة وزيرة البيئة بتنفي هذا الأمر تماما، وبتقول أن مجلس الوزراء لم يوافق على استخدام الفحم في مصانع الأسمنت، إنما هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، ومجلس الوزراء وافق على استخدام مزيج من الطاقة ولم يتحدث عن استخدام الفحم. ومزيج الطاقة يعني استخدامه، ده كلام السيدة وزيرة البيئة، يعني استخدام طاقة الشمس والرياح، ولكن لم يتحدث على الإطلاق، وده تصريحها للعربية نت. والحقيقة هي اتصلت بينا أيضا وقالت لنا نفس الكلام، لم يتحدث على الإطلاق عن استخدام الفحم في مصانع الأسمنت، وأكدت رفضها التام والمطلق لأن حل أزمة الطاقة تكون عن طريق استخدام الفحم، وأعلنت رفضها التام لذلك. طب يا جماعة نفهم إيه بقى من القصة دي؟ عندنا وزيرين كانوا في هذا الاجتماع واتنين من رجال الأعمال، خرجوا رجال الأعمال يؤكدوا لنا أنه بالفعل اللي حصل ده هو الموافقة على استخدام الفحم، نفس الكلام اللي قاله المتحدث بس مجلس الوزراء، وفوجئنا ووزير النهاردة أكد ده ثم الوزيرة ترفض ده. احنا اتصلنا بالبيئة وطلبنا من السيدة الوزيرة وطلبنا من الدكتور عطوة وهو المسؤول عن هذا الملف ان هم يكلمونا يقولوا لنا ماذا ما هو الوضع، لكن اعتذارات دائمة واعتذارات عن المداخلات. وهذا هو التصريح الوحيد للسيدة وزيرة البيئة اللي بتنفي فيه اي حديث عن الفحم امبارح في هذا الاجتماع. طيب خلونا نسمع شاهد من اهلية، الاستاذ مدحت السفانوس رئيس شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات. استاذ مدحت، هل تمت الموافقة على استخدام المزيج الأوروبي للطاقة اللي هو فيه نسبة الفحم مرتفعة في تشغيل مصانع الأسمنت؟ طيب هتسمحي لي بالوقت الكافي؟ لا ما عنديش وقت خالص معلش. طيب يعني أولا قبل ما أتكلم في أي حاجة إن أنا أشكر معالي رئيس الوزراء على مبادرته وجمعه لهذا الاجتماع اللي استمر 6 ساعات، وكان عنده إصرار إن إحنا لا نخرج من هذا الاجتماع إلا بعد تحقيق نتيجة، وهو ده المهندس إبراهيم محلب اللي أنا أعرفه وأسمع عنه من وقت ما كان مهندس المقاولين. الحاجة الثانية إنه الوزراء المعنيين كانوا حاضرين كل المناقشات وكل الكلام ده، وأنا الحقيقة برضو هنا لازم أشكر السيدة الدكتورة وزيرة البيئة على موقفها اللي كان متفهم للأزمة اللي بتمر بيها البلد واللي بتمر بيها الصناعة، وبناء عليه كان القرار اللي خرج بيه بيان صحفي رسمي عن مجلس الوزراء اللي وزعه المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، وتم صياغة هذا البيان بمعرفة الحاضرين كلهم وموافقتهم، وكان هذا البيان السبب المغزى الأساسي فيه إنه هناك أزمة وهالأزمة ليها سبب، والسبب تم توضيحه، وعلاج السبب كان هو إنه تغيير مزيج الطاقة المستخدم في صناعة الأسمنت والذي لا مثيل له في العالم إلى تطبيق ما هو مطبق تماما بكل ما له وما عليه بكافة المعايير طبقا لما هو مطبق في دول الاتحاد الأوروبي. اللي هو إيه بقى المطبق؟ هذا يعني هذا يعني إنه 80% من هذا المزيج هو عبارة عن الوقود الصلب الذي هو الفحم الحجري وفحم البترولي. ده هو معنى هذا الكلام. طب يعني مش محتاج يقول وزارة البيئة ممثلة في السيدة وزيرة البيئة طلبت فترة مراجعة المعايير التي لن تخرج عن المعايير الأوروبية اللي هي الأشد صرامة والمتوافقة مع البيئة تماما ومع التنمية المستدامة، وطلبت مهلة 2 أسبوع لهذه المراجعة علشان يبدأ التنفيذ، ما وليس لإبداء الرأي لكن للتنفيذ. طب تعليقك ايه على هذا النفي بقى؟ تعليقك ايه على ده؟ نعم تعليقك ايه على نفي السيدة وزيرة البيئة ان ده حصل؟ انا اشك انه صدر عن هذا التصريح، اعتقد انه قد يكون تصريح قديم واذيع في نفس الوقت، لكن الحقيقة الدكتورة ليلى كانت متفهمة يعني الموقف مش عايزة ازعج حضرتك واصدمك، بس هي قالته لنا. لا اذا كانت قالت لكم ده شيء تاني، لكن انا ليا اللي انا حضرته. طيب
خلينا والذي لم يستطيع احد ان يقوله في مواجهته. طب خلينا في حسن النية، خلينا في حسن النية. سؤالي الآن، هل مصانع الأسمنت مستعدة لاستخدام الفحم؟ واحد. تاني حاجة، بصراحة مستعدة لتطبيق معايير القاسية جدا للبيئة؟ حضرتك، ما عرض من مصانع الأسمنت منذ البداية هو هذا العرض، تطبيق المعايير الأوروبية بما لها وما عليها. المصانع لم تطلب على الإطلاق اي تجاوز في حق البيئه. المصانع طلبت التطبيق العلمي لاستخدام الفحم في صناعه الاسمنت كما هو مطبق في 80% من دول العالم. بنسبه 80% من الـ من الـ من الـ من الـ من الميكس بتاع الطاقه يعني. لا، ما طلبناش اي حاجه فيها خروج عن المألوف او خروج عن ما هو متبع في الدول المتقدمه. بشكرك استاذ مدحت استيفانوس رئيس شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات. ارجو يعني اتمنى من السيده وزيره البيئه ان تكون ضيفتنا، وان احنا يكون معانا حد من الصناعه. ده اللي احنا فهمناه من الاجتماع. حاولنا مره اخرى، عشان يا جماعه مهم جدا احنا لا نعرض وجهه نظر واحده في هذه القضيه ولا ننحاز الا للمصلحه الوطنيه في هذا الامر، مصلحه الاقتصاد. وبالتالي احنا عرضنا وجهه النظر لناس كانوا موجودين، سمعنا راي متحدث باسم مجلس الوزراء بالامس، البيئة مش عايز تتكلم. والتصريح الوحيد الذي صدر من السيدة وزيرة البيئة واللي قالته لنا شخصيا لزملائنا في الإعداد، إنه نفت على الإطلاق استخدام الفحم، وقالت لا، ده استخدام الويست أو استخدام المخلفات، وهذا هو المزيج وليس المقصود بالفحم. يعني دكتور محلب، يعني مهندس محلب، خلص بقى، يعني عايزين الموضوع يخلص يا كده يا كده. بس في النهايه نريد فض هذا الاشتباك لمصلحه البلد. عايزين ناخد قرارات مهمه في قطاع الطاقه، وقرارات حاسمه الحقيقه، واللي فيه المصلحه العامه يعني ينفذ. النهارده الديلي تلغراف كانت يعني هذا الفيديو اللي احنا بنتفرج عليه. ديلي تلغراف زعيته النهارده، لا مش الفيديو ده، خلينا نشوف الفيديو اللي ديلي تلغراف زعيته يا جماعه. جريدة الديلي تلغراف البريطانية زاعت فيديو قالت أنه من داخل السجون المصرية، وقالت أنه بيتحدث سربته من داخل السجون المصرية، بتكلم على زي ما أنتم شايفين حالة رثة لأحد الزنازين، يعني بيقول عدد كبير جدا، بتقول التقرير أن في عدد كبير جدا من المواطنين أو المسجونين في زنزانة واحدة، الحمام والمطبخ في مكان واحد. الصورة الحقيقة بتكشف عن حالة سيئة جدا غير أدمية ليه السجون المصرية. احنا بنعرض هذا الامر للمسؤولين وبنتمنى التحقيق. ومعي على الهاتف سيادة اللواء ابو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان. سيادة اللواء، هل شاهدتم هذا الفيديو؟ هل بدأتم في التحقيق فيه يا فندم؟ شاهدنا هذا الفيديو يا استاذة لميس، وبس احنا عايزين نعرف يعني الفيديو ده او الصورة دي تم تصويرها ازاي؟ اولا مفيش حاجه اسمها كاميرات بتدخل داخل السجون. مفيش كاميرات بتبقى موجوده. ده يمكن موبايل يا سياده اللواء؟ خلينا نقول ان الموبايل ما بيصورش بالشكل ده. ده نمره واحد. نمره اتنين، بيتم تفتيش كافه الجائرين لضبط اي ممنوعات موجوده معاهم. بيتم اجراء حملات بصفه دوريه على عنابر المسجونين لضبط اي ممنوعات قد تكون بحوزتهم، وخاصة التليفونات المحمولة. هذا الفيديو يعني زي ما كلنا شايفين ومتأكدين ان هو يقصد منه الإساءة والتشويه. واللي أنا عايز أقول عليه أن السجون في آخر 15 سنة شهدت تطوير وتحديث في كافة المباني والمنشآت والمرافق والأحوال المعيشية. السجون تم تطويرها، تم تزويدها بأسرة، تم تطوير دورات المياه، تم تطوير عنابر الإعاشة، تم تطوير المرافق الرئيسية بتاعتها. هناك لجان بتقوم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بالمرور على السجون وتفقد حالة المسجونين وعنابر الإعاشة. طب خليني أسألك يا فندم على شوية حاجات كده ونرجع يا جماعة تاني، عشان في تفاصيل كده ممكن حضرتك تهتم بيها شوية. أولا الفيديو فيه زرادية، فيه كماشة، بصوا اولا في حبل، خليني بس عشان نتاكد من بعض التفاصيل يا سياده اللواء وتقول لي هل ده ممكن ولا مش ممكن. في حبل، في زراديه كده او كماشه هنشوفها دلوقتي حالا. ايوه. كماشه، وفي زي عين بوتاجاز صغير. أيوة. هل
هل ده ممكن يكون موجود داخل السجون؟ الحقيقه الشباب لاحظوه وقالوا لي ان يعني ادي دي يا فندم دي يا فندم ده بوتاجاز يا سياده اللواء. ايوه دي يا فندم من الممنوعات داخل والزراديه اهي لو حضرتك شايفها يا فندم. ايوه يا فندم ايوه يا فندم دي من الممنوعات التي لا يسمح بتواجدها ولا دخولها داخل السجن. ليه؟ لان سخان زي ده او بوتاجاز زي ده ممكن يؤدي الى حريق داخل عنابر الاعاشه ويمكن ان يؤدي الى كارثه. يعني هل ده غير مسموح به على الاطلاق داخل السجون نهائيا يا فندم؟ طب والكماشه او الزراديه دي يا سياده اللواء؟ ممنوع الكلام ده ممنوع. طب نرجع تاني في حبل يا سياده اللواء برضو انا في حبل غسيل نرجع تاني يا شباب في حبل غسيل وفي حبل متعلق. ايوه ده متعلق من نازل من الشباك. أيوة. وفي حبل غسيل كمان هل ده برضو مسموح بيها يا سيادة اللواء؟ والحبال الحبال غير مسموح بيها ليه؟ لان ممكن الحبال دي لو موجودة ممكن المسجون يشنق نفسه ان هو يشنق نفسه. هو دي من الحاجات اللي بيتم ضبطها اثناء حملات التفتيش على غرف النزلاء. كل هذه المظاهر تؤكد ان هناك شيء مش مظبوط في هذا الفيديو. لكن بصراحة هل ممكن هل ده شكل يعني اكيد برضو ممكن تحققه يا سيادة اللواء لان برضو ممكن يكون عندنا نسبة شك ان ده زنزانة. هذا الارتفاع للسقف هل ده يعني ده ارتفاع العادي للزنزانة في مصر ولا ايه؟ يعني الارتفاع بيبقى 3 متر فانا مش هقدر اقيس لأن هو لا ممكن يكون هذا الارتفاع. طيب هل هتحققوا يعني بغير الملاحظات اللي احنا عملناها برضو هل هتحققوا انه ممكن يكون في هذه الحالة السيئة جدا داخل احد الزنازين؟ ما هو ممكن برضو يعني احنا 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 يعني بالرغم ان احنا متأكدين ولكن برضه احنا هناخد نسبة شك بسيطة ونسبة الشك ديت هتخلينا ان احنا نفحص ونشوف وندور. بس انا بس عايز اضيف حاجة هنا صغيرة. يعني كان من حوالي 7 سنين احد مقدم البرامج الشهيرة كان طلب ان هو يعمل حلقة عن حالة السجون في سجن واختاره وعرض لكل مرافق ومنشآت ومباني السجن والاحوال المعيشية للمسجونين والكلام ده موثق ومسجل وده بيوضح حقيقة السجون المصرية والكلام ده كان من 7 سنين مش 2014. طيب سيادة اللواء قدامنا سكتين، اولا ان انتوا تحققوا في هذا الامر، تاني حاجة بصراحة لو هذا غير حقيقي ان انتوا تقادوا هذه المجلة يعني او هذه الجريدة، يعني خلونا ناخد الامور بشكل واضح. يعني اولا التحقيق في حال السجون المصرية وفي الوضع ده، وتاني حاجة لو هذا غير حقيقي انكم تقادوا الجورنان. واحنا هنرد على فكرة بفيديوهات موثقة بقى من داخل السجون تضحد هذا الفيديو وتثبت حالة السجون المصرية الحقيقية. المخرج الحقيقة بيقول لنا ان الكواليتي كويسة جدا في التصوير وبالتالي ده موبايل عالي الجودة في التصوير مش مجرد موبايل صغير يعني. طيب بشكرك سيادة اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان. الشباب بيقولوا لي ان في شادو لمروحة صح؟ في شادو الشادو اللي قدامنا ده او الخيال اللي قدامنا ده لمروحه في السقف. هل في ممكن يكون في مراوح يا جماعه في السجون برضو؟ طيب يعني الخلاصه نحن اولا اذا كان في بعض التفاصيل اللي ممكن تشكك فيها ان هذا الفيديو يكون دقيق او صحيح ولا لا، على جميع الاحوال نطالب بتحسين أحوال السجون المصرية، نطالب بالتحقيق في هذا الفيديو، نطالب بالتأكد أن الأمور دي غير حقيقية وغير موجودة. السجون يعني فيها بني أدمين والناس اللي عايشة جوه السجون يجب أن يكون لديهم يعني وسائل حياة آدمية، مش عشان هو في السجن. وأنا هنا ما بتكلمش على إخوان أو مواطنين عاديين أو يعني أي مواطنين يقضون عقوبة. العقوبة هي الحرمان من الحرية وليس الحرمان من الوسائل أو الأمور الآدمية والحياة الآدمية. نرجو التحقيق في هذا الفيديو ولو غير حقيقي لأن في تفاصيل حياة تدعو للشك، لو غير حقيقي أعتقد نقاضي الجريدة هم مش هيقعدوا بقى يلسنوا علينا طول الوقت وإحنا نسيبهم كده. نخرج فاصل وبعد الفاصل السيد وزير المالية هاني أدري والسياسة المالية للحكومة. و
وزير المالية غالبا دي أصعب حقيبة في الوزارة كلها، طبعا غير الداخلية والدفاع، لكن وزير المالية ده الوزير في بلدنا الفقيرة جدا اللي فيها معدلات فقر حوالي 25-26%، معدلات بطالة بنتكلم في 13%، معدلات استثمار منخفضة جدا، ده الوزير اللي بيقولوا له اصرف، احنا عايزين فلوس. طب هو هيصرف منين اذا ما كانش عنده فلوس؟ ده الوزير اللي عنده الخزانه العامه، الوزير اللي بيقولوا له طب افرض ضرائب، لكن الناس تقول له بس انا ما عنديش فلوس وما عنديش نشاط اقتصادي ادفع ضرائب. الوزير ده فعلا مسكين، يعني في جميع الاحوال هو وزير مسكين، والحقيقه ان هو دايما مش دايما بيكون وزير محبوب او وزير شعبي، لان ده الوزير المسؤول عن الفلوس، ودايما الوزير المسؤول عن الفلوس والمكوس زي ما كانوا بيقولوا هو وزير الحقيقه يعني شعبيته مش عاليه جدا، لكن هو وزير من اهم الوزراء في هذه الوزاره، في اي وزاره. الاستاذ هاني ادري ليس غريبا على وزاره الماليه، كان عمل مع 5 وزراء ماليه، كان مسؤول عن وحده السياسات الكليه في وزاره الماليه، ورجل له خبرته المعروفه جدا، حتى ان احنا يعني في الحكومه السابقه كنا نتمنى، وانا كنت اتمنى في هذا البرنامج ان يكون هاني ادري وزيرا للماليه، سافر امريكا وقعدنا بنادي عليه عشان يرجع، واخيرا رجع هاني ادري. نتعشم خير الحقيقه مع خبرته، وخاصه ان هو ليس بعيدا عن وزاره الماليه. استاذ هاني اهلا بيك. اهلا بيك. ايه اللي خلاك تقبل الوزاره بعد الرفض وبعد ما خرجت منها في عصر الاخوان؟ هو ما اسموش رفض، هو اسمه اعتذار، ده اولا. يعني لما يجي نداء للاداء الواجب ما بيبقاش رفض، هو بيبقى اعتذار لظروف متعدده مش عايز اخوض فيها، خلينا نبص للي قدام اكتر من نبص للورا. قبل ما نبص لقدام، ليه مشيت في عهد حكومه الاخوان؟ واعتقد كان في خلاف مع عبد الله شحاته في هذا الوقت. شوفي حضرتك، انا تقدمت باستقالتي في نهايه ديسمبر 2012، وقبلت الاستقاله، كان ايامها وزير الماليه انذاك الاستاذ ممتاز سعيد، قبلت على ان يتم التنفيذ اعتبارا من نهايه مارس، على اساس ان كان في تفاوض ما بين مصر وصندوق النقد الدولي كان يعني لازال ساري. وبعدين لما جه نهايه مارس تقدمت بيها لرئيس الوزراء الاسبق الدكتور هشام انديل لاعتمادها، فطلب مني ان انا اقعد شهر كمان. انا كان ليا وجهه نظر ان التغيرات السياسيه يحدث معها ايضا تغيرات مؤسسيه، لان على القادمين الجدد ان يتحملوا المسؤوليه ايضا، ما تبقاش المساله مساله سلطه دون مسؤوليه. نعم. فكان لابد ان انا اتوارى، خاصه ان التوجهات الاقتصاديه نفسها كان فيها اهتزازات، وما يعني ما كنتش قابل كثير من مما كان يدور في ذلك الوقت، فكان لي الإصرار للاستقالة، لكن طلب مني حتى أن أنا أستمر بعد 30 أبريل واعتذرت الحقيقة، إلى أن جاء الوقت للعودة مرة أخرى. هل شعرت وقتها بأخوانة الوزارة؟ كان فيه طبعا. كان فيه طبعا، مفيش شك، كان فيه طبعا. لكن المسألة مرة أخرى، أنا أرى أن من يكون في السلطة لابد أن يكون في موقع المسؤولية أيضا، ما يكونش من الخلف. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الجلوس في المقاعد الخلفية ومحاولة إدارة شؤون البلاد من مقاعد خلفية وثم إلقاء بقى الأعباء على القاعد في السلطة أي من كان منصبه، ده نوع من أنواع الهروب أو نوع من أنواع التخفي. كان وقتها يمكن أكتر انتقادات بتقدم ضد الحكومة كانت من حزب الحرية والعدالة آنذاك، مع أنه هو الحزب اللي كان يحكم البلاد في ذلك الوقت. فالمسألة إن لا، إن يعني ما ينفعش أن نضع كباش فداء ونقف من الخلف بعيدا تماما في المياه الباردة، ما ينفعش. يعني كنت تشعر مثلا أن مكتب الإرشاد أو الحرية والعدالة بيحاولوا يديروا الحكومة أو بالذات السياسات المالية ووزارة المالية من الخلف، ويبقى من الأمام الناس ما لهاش علاقة؟ لا، أنت عندك حضرتك عندك حزب بيحكم، هذا الحزب هو اللي بيتدخل في كل كبيرة وصغيرة. وده يعني وضع أنا ما بستغربوش على فكرة، يعني في أي وقت من الأوقات دايما الحزب اللي هيكون بيحكم هو اللي هيكون بيحاول أن يدير دفة البلاد، لكن تدير دفة البلاد من الأمام وليس من الخلف. إمتى قررت فجأة أنك لن تتحمل هذا الوضع؟ إيه الحدث اللي خلاك تقول لا أنا لن أستمر في هذا الأمر؟ لا، لم يكن هناك حدث محدد، ولكن كانت مسألة ممنهجة بالنسبة لي،
وكان خروجي ببطء شديد جدا من وزارة المالية، لأن كان هناك كثير من الملفات المفتوحة، وكنت عايز أتأكد أن المؤسسة قادرة على إدارتها، لأن في النهاية أنا ولائي للوطن ثم لمؤسستي ثم لرئيسي. فالمسألة بقائي في وزارة المالية مد أطول مدة ممكنة كنت للتأكد أن خروجي لا يؤثر على أداء أو الملفات المفتوحة. اختلفت مع عبد الله شحاتة؟ هناك اختلافات مع كل الناس عموما، الآراء بتختلف. هو طبعا كان يرغب ان هو يعني ياخذ موقع المقدمه، وكنت على الرحبه والسعه. خلينا ننتقل بقى للمهام الثقيله اللي هي ملقاه على عاتقك. الكل بيتكلم انه او يعني في اراء بتقول ان هاني ادري سياسته تتجه الى السياسه التقشفيه وليس التوسعيه. افكارك الماليه ايه؟ يعني تفكيرك في السياسه الماليه ايه؟ خلينا علشان نقدر نجيب على هذا السؤال بطريقه يعني منهجيه وبطريقه علميه بسيطه خالص، خلينا الاول نعرف احنا واقفين فين؟ ما احنا موقفنا ايه في الاقتصادي والاجتماعي؟ انا عندي اقتصاد النهارده حقق معدل نمو في النص الاول من السنه الماليه اللي احنا فيها حوالي 1.2% في المتوسط. يمكن الربع الثاني كان أحسن من الأولاني صحيح، لكن أنا بنمو ب1.2%. أنا محتاج أنمو على مستوى السنة عشان أقدر أولد وظائف، عشان أقدر أولد فوائد ومدخرات، عايز أنمو من 6-7%. ده فارق كبير قوي. فارق كبير. ويمكن قلت في وسائل الإعلام أن إحنا منذ الأزمة العالمية في 2008 ابتدت معدلات النمو تنحصر يعني تدريجيا. فلوس خرجت مش علشان كان في أزمة داخلية قد ما هو كان المستثمر الأجنبي كان بيحاول ان هو يجمع سيولة لأسباب أخرى. ابتدت معدلات النمو تنخفض تدريجيا بعد 2011 مع الأحداث السياسية وطول فترة الانتقالية إلى آخره، ابتدت تحصل هزة في الثقة في الاقتصاد المصري نفسه. فاحنا بنواجه أزمة ثقة في الاقتصاد، وكيف نستطيع ان احنا نعيد بناء هذه الثقة مرة اخرى بحيث ان الاستثمارات تعود. عندي معدلات بطالة زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي بتزيد عن 13%. لو بصيت كمان في الفئة العمرية بتاعت الشباب من 16-25 سنة هتجديها انها بتزيد عن 25%. امر خطير. عندي عجز في الموازنة، انا اتوقع السنة دي انه لن يقل ما بين 11-12% من الناتج القومي. الدين صحيح ارتفع ل 92%، بس ما بيشغلنيش بقوة شديدة. صحيح ما بيشغلكش الدين الداخلي؟ هقول لك ليه. يعني طبعا بيشغلني، لكن المحفظة عموما محفظة إلى حد ما متوزعة كويس. إنما في نفس الوقت أنا عندي سحب على المكشوف من البنك المركزي كبير. كل ده أمر مهم، لكن الأمر الخطير اللي هقوله لحضرتك، في كل هذه الظروف أنا عندي تضخم في حدود 10%. أنا بنمو ب1% والتضخم 10%. مسألة خطيرة جدا. يعني لما يبدأ عجلة الاقتصاد تمشي ويبدأ النشاط الاقتصادي يدور مرة أخرى، هل التضخم ده هيفضل يزيد ولا دوران عجلة الإنتاج هتجب ده ونقدر ان احنا نبقى بنسيطر على التضخم، مش بس من ناحية الطلب زيادة الطلب، لكن ايضا انا عندي مشكلة في التضخم نتيجة اختناقات موجودة في الاسواق المحلية بتاعتي، وحضرتك تلاحظيها اكتر في سوق في الطعام وخاصة الخضروات والفواكه الى اخره. فدي جرس انذار ان احنا لازم عينينا تبقى على النمو والتضخم والتوازن المطلوب ان هو يتعمل. المعدلات المثلى اللي علاقه بالنمو؟ لا، ما فيش معدلات مثلى، هي 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 منظومه متكامله. يعني احنا بنتكلم في اطار للاقتصاد الكلي، لابد ان يحقق الاتي: ما بين خلق وظائف عمل، ما بين معدلات نمو وتشغيل مرتفع، وما بين ان الا يحدث انفجار في الاسعار. النهارده انا كان عندي قطاعات دافعه للنمو طبعا مع الظروف اللي بتمر بها البلاد تراجع دورها في كقاطره للنمو. عندك مثلا الصناعات التحويليه، السياحه، الاتصالات. صحيح في معدلات نمو ايجابيه، بس
قليلة جدا للطاقة اللي موجودة في هذه القطاعات وطاقتها كمان على خلق التشغيل. عندي السياحة طبعا بتنمو بالسالب ده بالنسبة للربع الأول، أنا ما شفتش بيانات الربع الثاني. خليني بقى أجاوب بقى على حضرتك، هل هي سياسة تقشفية أم توسعية؟ لا، أنا هقول لحضرتك هي مسألة سياسة توازنية. بمعنى أنا ما أقدرش أجي النهاردة وأنا بنمو بواحد في المية واحد واثنين من عشر في المية وعندي قدر كبير من البطالة وأقول أنا هعمل سياسة انكماشية، لكن أنا عايز أعيد ترتيب الموارد بتاعتي. الإنفاق العام على ضخامته ده ما بيروحش في حتة منتجة. عندي 130 مليار جنيه مدرجين على الموازنة العامة للدولة في دعم الطاقة. لو خدت الرقم ده حقيقته إيه؟ كما قال السيد رئيس مجلس الوزراء إن هو يصل إلى 300 مليار جنيه، لأن أنا عندي جزء من البترول اللي هو تملكه هيئة البترول بيتم ضخه دون حساب قيمته. أمر هام جدا وشديد الأهمية ولازم ننتبه ليه، ولا يمكن استمراره بهذا الشكل، ولا يمكن استمراره، لأن إحنا بقالنا لو قلت لحضرتك إحنا بننفق على الباب الرابع اللي هو الخاص بالدعم والمزايا الاجتماعية، بننفق في العشر سنين فاتوا أنفقنا 1000 مليار جنيه، تريليون 1000 مليار جنيه. أما ننفق كل هذه المبالغ ويفضل الفقر بهذا الشكل، وتفضل الخدمات اللي موجودة بهذا الشكل، جودة الحياة نفسها، جودة الحياة من خدمات في الصحة، في التعليم، في البنية التحتية، في خدمات السكن، في البيئة، في كل شيء، يبقى جودة الحياة بقى. يبقى الخلل في نوعية البرامج وكيفية توجيه هذه الأموال. يبقى هي مش مسألة فقر في الأموال، هي فقر في منهجية تصريف هذه الأموال. طب يبقى إذن سياستك المالية بتعتمد على إيه؟ على إعادة الترتيب. إعادة التبويب. إعادة الترتيب. لا، هذا أصبح يعني ما أصبحش طرف ولا أصبح اختيار. إحنا يا إما هناخد هذه المسؤولية أو نصدرها لأولادنا أو والأجيال القادمة. إعادة التبويب أو الترتيب بمعنى إيه؟ وخاصة إن في معايير سياسية، يعني كل الأنظمة السابقة، وأنا هرجع لنظام مبارك مثلا، كان دايما يقلق، يعني قبل الثورات، قبل قيام الثورات كان في دايما قلق من الاقتراب من الدعم، وكان أي حد يقرب من الدعم يقول له بلاش، عندنا انتخابات، بلاش، عندنا انتخابات محليات. يعني دايما فكرة الاقتراب من الدعم هو مقلق، نشوف اللي حصل في السودان، نشوف اللي حصل في الأردن، نقلق. شوفي حضرتك، هجاوبك إجابة مطولة شوية. طب خليها قصيرة وبعدين نخرج فاصل، فممكن تقولينا جزء منها وبعدين. شوفي، يعني لا تستقيم الأمور لو أنا هاخد دعم الطاقة، ويمكن كررت المقولة دي أكثر من مرة. دعم الطاقة أفقر 20% من الشعب المصري ما بياخدوش منه أكثر من 10-11%. يعني لو أنا بنفق 130 مليار جنيه، الفايدة اللي بتحل لأقل 20% دخلا في مصر ما بتكملش 15 مليار جنيه، وبقيت هذا المبلغ الضخم لا يوجه للفقراء. أين العدالة الاجتماعية؟ ما هم إحنا عايزين نتكلم مش بس على ضبط مالي وعلى نمو اقتصادي، أنا عاوز ولا على جودة حياة فقط، ولكن على عدالة توزيع الموارد أيضا، وإلا نبقى احنا بنخطئ خطأ جسيم، يبقى احنا ما بنعملش حاجة. احنا مدركين لهذه المبادئ، التنفيذ بقى ماذا سيحدث؟ يعني انتوا بتفكروا في ايه؟ دعم الطاقة الناس خطأ بتأخذه على انه فقط زيادة في الأسعار. هو الزيادة في الأسعار ده أمر حتمي، يعني النهاردة إزازة المية الناس بتشتريها أغلى من لتر بنزين ومن لتر سولار، وأسعار هذه الزجاجات بتزيد، والناس ما هل المية أهم ولا البنزين أهم؟ وهكذا. حضرتك قيسي على هذا المنوال. دعم الطاقة شق منه تحريك في الأسعار، شق منه نقدر نقول عملية كنترول أو تحجيم للكميات اللي بتوجه للناس. إحنا مش كشعب مش غريب علينا إن إحنا نشتري بعض من السلع محكومة ببطاقة تموين على سعر مدعوم، وما زاد عن ذلك بنشتري من السوق. نفس الشيء فكرة البطاقات الذكية كلها قائمة على توزيع هذه الكميات بشكل عادل
ومع إعطاء حماية مناسبة لأبناء الطبقة المتوسطة. وده شيء مهم أيضا، المسألة ليست فقط للفقراء والفئات الأولى بالرعاية، ولكن أيضا حماية للطبقة المتوسطة. أنا لو رفعت السعر بيرتفع الجميع، أما أحكم الكميات بأمن للطبقة المتوسطة كمية بسعر مدعوم، وما زاد عن ذلك لو هو في زيادة في الاستهلاك هيدفع. فبتفكروا في تحديد الكميات أهم من رفع الأسعار؟ الاثنين لا، مفيش أهم، هي كلها بالتوازي. أنا لا أستطيع أبدا أقول ده أهم من ده. هو في الآخر إحنا عاوزين نحقق رشادة في الاستهلاك. ليه؟ أولا دي موارد وثروات ما بنملكهاش لوحدنا، إحنا لو استنفذناها كلنا أين حقوق الأجيال القادمة؟ ما في كل شيء. مدام لميس، حضرتك في إدارة الاقتصاد مش بس ببص للنهاردة، النهاردة كل واحد في بيته بيحاول يدخر جزء من دخله علشان أولاده أو عشان شيخه. طيب أنا هضطر أخرج فاصل، لكن بعد الفاصل عايز أسأل حضرتك، طيب لو يعني هذه خطة وأعتقد الناس كلها متفقة عليها أن ده يحدث في تحديد الكميات وإعادة النظر في دعم الطاقة، لكن إذا حدث تحريك للأسعار إيه وسائلكم بقى لضبط هذا الأمر وتحجيمه؟ ممكن بقى نجاوب بعد الفصل؟ نجاوب بعد الفصل. ولازم حسأل حضرتك طبعا على الحد الأدنى للأجور، لأن هذه القضية المشتعلة في أماكن كثيرة في مصر. فاصل ونواصل هذا الحوار مع السيد وزير المالية. السيد وزير المالية الأستاذ هاني أدري. نرجع تاني لفكرة السياسة الاقتصادية، هل هي توسعية أم تقشفية؟ لكن خلينا نكون أبسط، أنت قدامك تحديات كتيرة جدا، غير أنه هو الموازنة تبويبها مختل وتريد إعادة تبويب الموازنة، عندك استحقاقات دستورية صعبة تطالب بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة، وده دستوري يعني لازم هتنفذه. هتنفذه بكل تأكيد، لو ما كانش السنة دي أعتقد خلال ثلاث سنوات. هتحقق ده إزاي؟ شوف يا حضرتك، احنا علشان نرجع تاني ونكون محددين، المسألة كلها ان لابد ان احنا نعود مرة اخرى لتحقيق الانضباط المالي. احنا مش هنفضل ننفق كده بلا رابط، مفيش دولة في الدنيا تستطيع انها تعمل ده. في حزم للتنشيط الاقتصادي، ماشيين في سياسة توسعية نسبية، لكن في نفس الوقت مع ده لازم ابدأ اركز على خفض عجز الموازنة العامة. إذا كنت أنا بتصور السنة دي العجز هيكون ما بين 11 و 12%، أنا السنة اللي وراها أو في خلال سنتين لازم أنزل تحت 10% من الناتج القومي، تبقى بتتراوح ما بين 8 و 9. إزاي هتعمل ده مع محاولة تنشيط الاقتصاد؟ شوفي حضرتك، إما أقول إن أنا عندي عجز 8 و 9%، دي مش سياسة انكماشية. مفيش بلد في الدنيا بتقول أن العجز 8 و 9% ونقول عليها انكماشية. عشان كده نقولت هي مسألة انضباطية، لأنها بتعمل حاجتين، بتعمل توازن مالي تدريجي دون التأثير على النشاط الاقتصادي، ده من ناحية. من ناحية تانية بحرر موارد مالية علشان أقدر أعيد ضخها مرة أخرى على تحسين جودة الحياة. زي ما تاخد من الدعم، وعشان نفصل للناس اللي يعني بتفهم يمكن بتفهمش قوي في السياسة المالية، ناخد من الدعم مثلا دعم اللي ما بيروحش الفقراء بالضبط. أيوة. الدعم بتاع الطاقة، وإن أنا أبدأ مرة أخرى أوجهه في مثلا استحقاقات الدستورية على سبيل المثال. أنا عندي حضرتك قلتي التعليم، التعليم قبل الجميع لا في خلال 3 سنوات يصل إلى 4% من الناتج القومي. التعليم الصحة توصل ل3%، التعليم العالي 2%، البحث العلمي 1% من الناتج القومي. ده بحساب الفلوس كام يا سيدي؟ 140 مليار جنيه من هنا لغاية سنة 16-17. انت محتاج 140 مليار جنيه تنفق فقط إضافية على هذه المجالات، وده انفاق صحي وانفاق صحيح. وحضرتك قلت دي استحقاقات دستورية، انا بسميها استحقاقات وطن، مش بس استحقاقات دستورية على ورق. ده انت بتبني حضرتك لجيل قادم استثمار مهم جدا في رأس المال البشري بتاع وطننا. فإما أنا أديله تعليم وتعليم وخدمات صحية جيدة مع الانفاق اللي بيحصل في الاستثمارات لبنية تحتية وخدمات إلى آخره، أنا كده بحسن جودة الحياة. يبقى إذن السياسة المالية بتتجه إلى انضباط مالي متدرج، لأن أنا عايز أبني الثقة في الاقتصاد المصري بحيث أن الاستثمارات مرة أخرى تعود إلى مصر، سواء إذا كانت مالية أو مباشرة.
وتعود بتلقائية، مش بس تعود بدفع من الحكومة وبحزم تنشيط. أنا عاوز أوصل للدرجة أن يثق مرة أخرى المستثمر المصري قبل الأجنبي، المصري ثم الأجنبي، في الاقتصاد المصري، في استقراره، في قدرته على أنه يتجاوز أزمته مرة أخرى ويبدأ يخرج أمواله لتدور وتعمل عملية التشغيل اللي احنا عايزينها. طيب أنا بس عايز أرجع لك الحزم التنشيط اللي هي من الحكومة، حتى يعني حزم التنشيط بطيئة جدا. بطيئة التنفيذ. تاني حاجة، حتى الاستثمارات العامة المدرجة في الموازنة العامة برضو تنفيذها، معدلات تنفيذها بطيء جدا. بطيء. شوفي حضرتك، في جزء يعود للمنظومة التشريعية نفسها. عشان يطرح مناقصة وعبال ما يتبت فيها ماليا وفنيا وبعدين تترفض وترجع تاني، ومش هذه الأمور محتاجة إنها من ناحية التشريع محتاج إن هو ننظر فيه مرة أخرى. هل تفكر في تعديل قانون الموازنات والمناقصات بنبص فيه بحيث إن احنا نشوف فين مواطن الاختناقات اللي فيه، وهنشتغل بالمعايير الدولية بتاعت اليو ان سنترال. ده حاجة. لكن حاجة تانية أيضا، ما تنسيش إن الموظف العام النهاردة أصبح غير قادر على اتخاذ قرارات صعبة لأن القانون لا يحميه. إحنا عندنا بالضبط كده، عندنا اختلال في توازن الحماية التشريعية. في حد ما بياخدش قرار واخد حمايات مطلقة قانونيا، وحد مضطر ياخد قرارات ورغم أنه غير فاسد ولم يتربح لا بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن قد يجد نفسه في موقع أو في موقف محاكمة. أنا الحقيقة سعيدة أن حضرتك بتذكر ده، لأن إحنا الحقيقة طالبنا كتير بحماية القرار، القرار الإداري، يعني من حماية سلطة تقديرية للموظف العام الذي لم يفسد ولم يربح الغير. يعني نعم، دي مهمة جدا ولابد تعديلها من في القوانين. خليني أقول لحضرتك دي متجاوزة مش بس حزمة التنشيط الاقتصادي، إنما دي أيضا في الاستثمارات الخاصة. كان لسه أحد الناس بيكلمني في يوم الجمعة اللي فاتت، وكانت بتقول لي الحقيقة، بتقول لي احنا عندنا استثمارات ب 12 مليار جنيه قطاع خاص، والأرض كانت اتسحبت وثم عادت إليهم مرة أخرى بحكم من المحكمة، وبعدين سحبت منهم لإعادة التقييم إلى آخره. نقدر يمكن موقف الجهة الإدارية لو المسألة إن هو مش شاعر بحماية له وهو مواطن شريف، لكن أيضا مسألة الاختناقات دي. طب ما عجلة الاقتصاد في الآخر هل بصراحة هتطرح على الحكومة سيادة الوزير، لأن ده الحقيقة موضوع مهم جدا كان فكر فيه دكتور الببلاوي ثم تراجع عنه، هل هتطرح على الحكومة قضية الموظف العام وحماية السلطة؟ طرحتها بالفعل. بكل تأكيد، بكل تأكيد. وسيد رئيس الوزراء نعم سيد رئيس الوزراء متفهم لهذا تماما. ده ما فيش حد طالب متخصص. ما تنسيش ان حضرتك بتكلمي يمكن واحد في وقت سابق كان أكبر مستثمر في مصر، يعني إذا خدته هو كرئيس لأكبر شركة المقاولون العرب في وقت من الأوقات، هو يعي تماما كل الاختناقات وكل الضيقات اللي بيمر بيها المستثمر. ده كلام مهم جدا. طيب خليني أرجع بقى للقضايا المالية، بس النقطة اللي حضرتك أثرتها دي نقطة مهمة جدا، لأن الحقيقة الموظف العام، أي موظف عام صغر أو كبر وصل إلى وزير أو إلى أقل من ذلك، مش بيمضي قرار بقاله عدة سنوات خوفا من أسوار السجن بصراحة شديدة جدا. بكل تأكيد. لكن أرجع تاني لقضايا بقى أخرى، الحد الأدنى للأجور، وهي قضية أثارت كثير من التظاهرات وبدأ وكأن الحكومة غير واضحة في تطبيقها. هل الحد الأدنى للأجور يسري على جميع الموظفين في تابعين للدولة، القطاع الأعمال العام تابع للحد الأدنى للأجور ولا لا؟ طيب خلينا نفصل التظاهرات والغضب الفئوي اللي كان بيحصل لنوعين. في نوع فعلا له علاقة بمسألة الحد الأدنى للأجور، وفي نوع تاني من التظاهرات والغضب الفئوي ملوش علاقة بالحد الأدنى للأجور، هم لهم مطالب أخرى، هم فوق الحد الأدنى من الأجور لكن لهم مطالب أخرى، ربما كان لديهم ميزات واستشعروا أنها بتسحب منهم، ربما أنهم بيطالبوا بميزات أكتر، ربما أنهم يشعروا أنهم معاملاتهم المالية وماديا غير عادلة، خلاص ملهاش علاقة قوي بالحد الأدنى. لكن في قسم كبير بكل شك كان مرتبط بالحد الأدنى. خلينا نقسم بقى مين هم موظفين الدولة، يعني احنا بنتكلم على كده بشكل عمومي. في قوانين كتيرة جدا بتحكم موظفين الدولة،
اولا خلينا نقسمهم، كل من هم في جهات داخله في الموازنه العامه للدوله زي مثلا الجهاز الاداري، كل الجهاز الاداري، كل اللي في المحليات، كل في الهيئات الخدميه، صحه تعليم او معظمهم دول، لان في قوانين مختلفه وعملها كوادر متشابكه، لان كل الشبكه دي لازم انها تتظبط يعني عشان برضو لاجل السلام الاجتماعي. كل هؤلاء دول فورا هم مستحقين للحد الادنى للاجور، وحوالي 2.8 مليون واحد يستفيدوا بتكلفه اضافيه حوالي 10 مليار جنيه سنويا. انا بتكلم على التكلفه السنويه. لو جينا نتكلم على العاملين في الهيئات الاقتصاديه، العاملين في الهيئات الاقتصاديه معظمهم او السواد الاعظم منهم يمكن اكتر من 99.9% منهم هم بالفعل اعلى من الحد الادنى للاجور. بس خلينا نعرف ايه هو الحد الادنى للاجور. الناس بتعتقد ان الاجر هو المبلغ اللي بياخده وهو مروح بيه البيت، المبلغ الاساسي لا ولا الاساسي، هو اجمالي الاجر الشامل، يعني الاساسي بالحوافز بالمكافئات بالكل شيء بالبدلات، يمكن عدا بدل السفر لو انا متذكر قانون مظبوط، كل ما بيحصل عليه، حصه اللي الحكومه بتدفعها له في التامينات قبل استقطاع الضرائب، ده اجمالي الدخل بتاع المواطن، اجمالي ده، وده في كل حته في العالم، ما فيش حد بيتعامل على الصافي. فهو ممكن يكون بياخد مثلا 1300 جنيه لكن بعد هذه الاستقطاعات مثلا يوصل ل 900 جنيه نفترض يعني كفرض جدلي، فيقول انا تحت الحد الادنى للاجور. الحقيقه لا، فالمفهوم لازم انه يبقى عارف بيبص على الاستماره بتاعه المرتب بتاعه ويبص على اجمالي الدخل الشامل بتاعه قبل كل هذه الاستقطاعات. هتجدي ان هو في الهيئات الاقتصاديه، المثال اللي كنا بنتكلم عليه، يمكن في 55 الرقم الحقيقه في قد يكون في خطا، لكن العدد المتبقي تحت الحد الادنى للاجور قليل ويمكن تكلفتهم 100 مليون جنيه. قطاع الاعمال، لا ما انا هاجر حضرتك، قطاع الاعمال العام الحقيقه انا كنت النهارده بكلم السيد وزير التجاره والصناعه والاستثمار وقال لي ان برضو عنده نفس الموقف، ان معظم العاملين معظمهم هتبقى فئات قليله جدا، معظمهم هيكونوا فوق الحد الادنى للاجور تاني بالمفهوم الشامل. عندي بقى المشكله الاكبر فين؟ في الغلابه قوي، دول ناس متعينه على الصناديق الخاصه والحسابات الخاصه في المحافظات والنجوع والارياف، دول كل صندوق بينشأ بقانون خاص، تصوري بقى، وكل صندوق ليه لائحه خاصه وله غرض خاص. يعني احنا كنا بنتكلم، انا كنت دايما حتى اقول بطريقه قد يكون فيها قدر من يعني السخريه، بقول احنا عندنا جوه الحكومه قطاع رسمي وقطاع غير رسمي. مش هم معنى كده ان هم غير رسميين، هم رسميين وكل شيء، بس لان الاف من هذه الصناديق كل صندوق له لائحته، صناديق في صناديق غنيه هتقدر انها توفي بمستحقات العاملين فيها، اللي ما عندوش الحكومه هتدخل وهتديهم حقهم، لان اصبح هذا حق، ما بقاش مساله منحه. انا اهم الاضرابات والمعتصمات عندي كانت مثلا المحله، قطاع عمل عام هنعمل فيه. السيد رئيس الوزراء قام بزياره ناجحه جدا. صحيح. شوفي، اولا العمال ما كانوش مطالبهم كلها في مستحقات ماليه، كان ليهم مستحقات ماليه كانوا بيطالبوا بيها، لكن تصوري بقى ان انا حضرت بمصادفه الحقيقه وسعدت بهذا اللقاء، كنت في مجلس الوزراء وحضرت مع السيد رئيس الوزراء، كان اجتماع قبل سفره للمحله، كانت العمال بتشتكي ان ما عندهمش الماده الخام اللي اشتغلوا، واقفين على المكن عايزين يشتغلوا وما فيش الماده الخام. فكان التوجيه المباشر اوجد الماده الخام ودي العمال تشتغل من بكره الصبح، العامل واقف عايز يشتغل. فكانت المساله ما كانتش العامل غاضب بس ما كانش عايز مستحقات لنفسه، كان عاوز ان هو يقف على المكن ويدور المكن بتاعه. المساله بتاعت قطاع الاعمال العام دي لها بقى فكر جديد في مساله ادارته، من سواء من خلال صندوق سيادي، احنا لسه بنبحث فكره الصندوق السيادي اللي يضم كل ممتلكات الدوله او كل اصول الاصول المنتجه، مش كل الاصول عموما، لان في اراضي مثلا مش ده القصد، انا احنا بنتكلم على الاصول المنتجه وتدار باسلوب علمي وباسلوب طبقا لاليات السوق مظبوط،
يحفظ ايضا حقوق العمال. هي مش مساله انك بتقلص هذا، بالعكس انت ممكن تتوسع في استثمارات، ممكن تدمج الاراضي اللي ملهاش لازمه دي انك انت تديها حق انتفاع او يعني استخدمها. بكل تاكيد استخدامها ممكن يجي في شتى الطرق. هدي لحضرتك امثله مهمه جدا، لان حق العامل ايضا هو العامل بيبقى عنده دايما امل ان شركته دي هو بيقضي فيها وقت اكتر ما بيقضيه في بيته، فبتبقى من كيانه يعني. فممكن انها فعلا بتستخدم، ممكن يتبني عليها خط انتاج جديد، ممكن انها تتباع، ممكن بيتبني عليها مساكن للعمال، وده حصل فعلا في المحلة. يعني من ضمن الحزمة اللي رئيس الوزراء لما راح هناك كان ان هو بيبني مساكن للعمال في ارض هناك في اظن في المستعمرة او حاجة زي كده، وهتتبني هناك مساكن. فالاستخدامات ليها بعد اقتصادي ومالي، هذا حقيقي، ولكن ايضا هناك استخدامات لبعد اجتماعي ولتطوير العمال. هيدوا الحكومه 3 اشهر مثلا من الهدوء بدون اعتصامات، وده 3 قليل. وده بقى سؤالي ليك. 3 قليل. خلينا نتكلم، انا قلت لحضرتك احنا موقفنا احنا بننمو ب 1% وتضخم 10%، معدل بطاله قاعد بيتزايد. احنا لازم نبدا من النهارده نبني الامل، مش فكره ان انا افضل ابص فيه بطريقه فئويه. حتى في اداره الاقتصاد ومنهجيته مدام لميس، المساله مش مساله برضو اجراءات اقتصاديه فقط. لو احنا بصينا ليها ان دعم طاقه على ضريبه قيمه مضافه، على بعض من توسيع القاعده الضريبيه في ضريبه الدخل، وده امور مطلوبه للعداله الضريبيه، ده مش كافي. منهجيه التعامل مع الازمه ومنهجية إدارة الاقتصاد القومي ومنهجية إدارة موارد الدولة دي اللي لازم تختلف، ونبدأ بوجهة جديدة تماما. اللي جربناه قبل كده ما نفعش، والاستمرار فيه يبقى منتهى العبث. اسمح لي نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنواصل هذا الحوار، نتكلم عن الضرائب، هنتكلم عن منهجية الفكر الجديد الاقتصادي اللي بيتكلم عليه السيد وزير المالية، لكن طبعا الضرائب، ونحن في موسم الضرائب الآن، ده وقت استحقاقات الضرائب. الشهر ده استحقاقات الأفراد، الشهر القادم استحقاقات الشركات، كلنا هندفع ضرائبنا طبعا عشان احنا يعني ناس ملتزمة، مواطنين صالحين. انت من أكبر دافع ضرائب في المال الحر، من أكبر 5، وبطلع طيب. في العينة العشوائية كل سنة، بس ماشي بقى، نو كومبلينز، لا اعترض على الاطلاق. احنا بنحب نستضيفك يا مدام، ربنا يخليك، شكرا. فاصل ونواصل هذا الحوار. الفاصل الأخير من حوارنا مع السيد وزير المالية، وهنحاول تكون أسئلتنا سريعة. كنت بتتكلم حضرتك قبل الفاصل عن تغير المنهجية في التفكير، اديني أمثلة سريعة يعني إيه تغير المنهجية. شوفي حضرتك، يعني إدارة الاقتصاد القومي لازم أن الاقتصاد يدار كوحدة واحدة. إحنا بندور اقتصاد، مسألة أن ما كل ما تيجي تاخدي إجراء فئة تعترض، أو حد يقولك أصل القطاع بتاعي له طبيعة خاصة، أصل ما تجيش ناحية دي، أصل ما ينفعش نعمل ده، ويصبح الاقتصاد كأنه اقتصاد محال صغير، دكاكين يعني. ما ينفعش. أنت بتدير اقتصاد قومي بسياسة داعمة للتشغيل، داعمة للعدالة الاقتصادية، داعمة للعدالة الاجتماعية. الاقتصاد المصر كوحدة واحدة، كجزء من اقتصاد عالمي، لازم المنظور يختلف. مسألة منهجية أن لا نحمي ده وما نجيش الناحية دي وما نعملش كده، بيحصل خلل اقتصادي، حتى خلل في توجيه رؤوس الأموال إلى قطاعات غير منجزة أو غير ناجزة، خلل في التوظيف، خلل في كل شيء، خلل في العدالة نفسها. طب خلينا نتكلم بشكل أكثر تحديدا، مثلا بتفكروا في الدعم النقدي المشروط، وأنا كنت بتكلم مع غادة والي امبارح على هذا الأمر. شوف طبعا أنا هقول لحضرتك حاجة، أنا من المنادين بقوة وبشدة وبثقة كاملة للتحول للدعم النقدي عموما، سواء المشروط، دي برامج جديدة الوزيرة غادة بتتكلم عليها، أو الدعم غير المشروط، أن أنا أتحول من على سبيل المثال ليكن أي دعم من اللي موجود دلوقتي، افرضي مثلا دعم السلع التموينية فقط كمثال، لكن لسه لم يتقر. الدعم النقدي له ميزة كبيرة جدا، الجنيه بيخرج من الدولة يصل إلى المستفيد النهائي جنيه كامل. في الدعم السلعي
الجنيه اللي بيخرج من الدولة قد يصل للمستفيد النهائي 40 قرش أو 50 قرش. في النص فيه وسائط. في وسائط، في هدر، في تسرب لحد غير مستحق، في تسرب لربما تصرفات غير قانونية، في مخزون ممكن يحصل فيه يبوظ، حوادث إلى آخره. لكن لما بتخرجي جنيه ويصل جنيه زي معاش الضمان الاجتماعي، الزيادة اللي حصلت الزيادة وصلت بالكامل لجيوب الناس. لجيوب الناس مظبوط. الضرائب، بتفكر في منظومة الضرائب ازاي يا سيادة الوزير؟ توسيع القاعدة الضريبية ده جزء من العدالة الاجتماعية، جزء من العدالة الاقتصادية، جزء من عدم تحميل المجتمع الضريبي بضريبة رأسية أكتر تهد حيله. احنا النهاردة أنا وحضرتك بنشتغل، ايه المعنى ان حضرتك تبقي خاضع للضرائب وبتدفعي ضرائب جزء من دخلك بتعيدي توجيهه مرة أخرى لخدمة المجتمع؟ خليني بقى أحطها في المسمى الصحيح، لأن كلمة ضرائب برضو مسمى يعني مش محبوب. بس ده الحقيقي. لكن لا، مش ده الحقيقي. الناس تقول إيه، أصل وزارة المالية خدت، أصل وزارة المالية، أصل مصلحة الضرائب. وزارة المالية وخزانة الدولة هي كأنها شبكين، بياخد فوائد من جزء من المجتمع ويخرجه مرة أخرى يعيده في صورة خدمات لباقي المجتمع. علشان وقتي بس، بتفكر في رفع الضرائب، آخر سقف للضرائب 25% أيوة. أعتقد دلوقتي على أيوة. الأفراد وعلى الشركات أيضا، هل بتفكر ترفع النسبة دي؟ لا، لكن كان في مبادرة من بعض رجال الأعمال الكبار أن تفرض ضريبة مؤقتة بنسبة 5% لمدة سنتين أو ثلاثة. ده بيتعمل بيه أحيانا في بعض بلدان العالم. دي اللي بنفكر بيها. لكن إن أنا أرفع، بيسموها ضريبة ثروة على ما أعتقد. لا يعني هم بيسموها ضريبة الأغنياء. ممكن نشوف لها مسمى جيد بتفكروا فيها. ممكن نديلها حتى مسمى يعني. ودي على مين يعني 5% على مين؟ ممكن على اللي بيزيد دخله مثلا عن مليون جنيه. حد يقولك على اللي بيزيد دخله عن 1.5 مليون، أي من كان يعني. المبدأ أو المنهج إنها أولا ضريبة مؤقتة، ضريبة بسيطة، لأنها بنتكلم على 5%، ما بنتكلمش على أرقام كبيرة. ده غير 25%. غير 25%، بس مش على الشركات، خلي بالك دي على دخول الأفراد. لأن تاني أنا الشركات كشركات سعر الضريبة الموجود دلوقتي هو سعر جيد. المسألة النهاردة إن أنا أوسع القاعدة الضريبية بتاعتي، لأن ما أقدرش أفضل أرفع في سعر ضريبة وأنا لسه بقول لحضرتك أنا بنمو 1% وتضخم 10%. هنمو إزاي؟ اتنين، مصر لديها اتفاقيات منع ازدواج ضريبي مع معظم دول العالم. معظم دول العالم. خلي بالك بقى، اللي بيجي يشتغل هنا بموارد مصر اللي تم يملكها الشعب المصري وما يدفعش ضريبته هنا، بيروح يدفعها في بلده. لما بيدفع ضريبته هنا بيقتسمها، ببقى أنا بقتسم الضريبة مع البلد الأم. بمعنى إيه؟ مثلا حد جاي من بلد تكون الضريبة عنده 40% وأنا عندي 25%، لو أنا عفيته هيروح يدفع 40% في بلده، وهنا يبقى استغل موارد الشعب المصري وما ادالوش حقه. ماذا عن الضرائب على المغتربين؟ ودي طلعت إشاعة كبيرة إن في ضرائب ستفرض على المغتربين. إشاعة كبيرة غير حقيقية، وحضرتك بتنفي. أنا لم أسمع عنها إلا من الإعلام. أنا أنفي هذا، ولا نعرف الغرض منها إيه، وغير موجودة ولم تطرح أساسا لا في وزارة المالية ولا في المجموعة الاقتصادية ولا في مجلس الوزراء. لكن لو رجعنا للحركة اللي كنت بتقوله عن الأجانب اللي بيشتغلوا، هتقتسم ده ازاي مع الدولة الأم؟ لا، دي منظومة ضريبية راسخة. احنا مش بنبدأ يعني. في كل حتة في العالم المنهج ده معروف، بيبقى اقتسام للضريبة. هو النهاردة جه اشتغل هنا، كسب هنا، من حقه ان هو يسترد امواله الى الخارج، الى بلده الام. من حق هذا الوطن ان يستفيد بجزء من الفوائد اللي هو حققها ونقتسمها مع البلد الام. بس كده محتاج تعديل تشريعي، لان احنا عندنا منع ازدواج ضريبي لا 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 القياس. انا مش محتاج تعديل تشريعي بالمعنى المفهوم. يعني النهارده الانشطه الخاضعه للضريبه ده اللي بيتم بالفعل، لكن عندي اقتصاد كبير جدا والجزء وبيولد فوائد ضخمه، والجزء اللي خاضع للضريبه هو جزء قد كده. فتجدي ايه، نسبه حصيله الضريبه كنسبه من الناتج القومي في اتجاه نزولي. امر غير صحي، معناها ان انا بنتج كتير قوي
لكن ما بحصلش للمجتمع حقه كما ينبغي. واضحه الفكره ولا واضحه؟ بس انا يعني موضوع الاجانب ده عندي فيه بعض التحفظ، خاصه ان كتير من الاجانب مش عارفين اساسا، المستثمرين الاجانب عندهم مشكله مش عارفين حتى يحولوا اموالهم للخارج، يعني في مشكله، يمكن دي مشكله. لا خليني أخرى. خليني بقى احط هنا وقفه مهمه جدا. اولا تحيه تقدير كبيره جدا للبنك المركزي المصري، لان من احداث يناير 2011 حتى يومنا هذا البنك المركزي ما منعش تحرك رؤوس الأموال، ما حطش قيد على رؤوس الأموال بخلاف مسألة الأفراد تحديد $100,000 إلى آخره. في كل بلاد العالم اللي بتمر بتحولات سياسية أو بأزمات اقتصادية حتى أصغر من المر بيها في مصر، أول حاجة بيعملوها بيمنعوا خروج رؤوس الأموال بقانون بتشريع. البنك المركزي أخذ على عاتقه أنه هو هيدير هذه المسألة بإدارة حكيمة بهدوء شديد دون أن يضع قيد تشريعي لتحرك رؤوس الأموال أو أن الناس تسترد أموالها. فده نمرة واحد. هو اللي بيحصل من وقت لآخر بيحصل إيه؟ طبور. الموارد اللي داخلة ببطء شوية شديد. فلازم الرقيب يوازن السوق، ياخد كافة الاعتبارات وهو بيدير هذه السياسة، وهي سياسة معقدة للغاية على فكرة. كون انه بيحصل كيوز او بيحصل بعض من التأخير لازم الناس خصوصا اللي بقالهم كتير في مصر، بس المؤسسات الدولية انت عارف حضرتك بتتصيد ده ويروح مطلع ريبورت مش عارفة خفض تصنيف البورصة المصرية، خفض كذا. لا شوفي حضرتك ما يشغلناش، لان جميع دول العالم اللي بتمر بظروف استثنائية بيحدث فيها اكتر من ده. انا مش عايز دايما نبقى قلقانين من تقارير دولية، من اصل ده قال اصل طلع. احنا لابد ان نبني الثقة، واحنا جايين كحكومة علشان نعيد بناء هذه الثقة مرة اخرى، لكن ما نرتبكش لان هو ظرف استثنائي وبناء عليه بتحصل ارتباكات او بتحصل بعض الاختناقات. لا يعيب، لا يعيب. يعني في نهاية هذا البرنامج بتفكر في الفترة المقبلة ازاي؟ اولا خليني اسألك حجم الدعم الخليجي اللي وصلنا كان قد ايه بالضبط؟ احنا وصلنا اموال نقدية في حدود $7 مليار بخلاف منح في صورة مواد بترولية تقترب من $5 مليار، يمكن 4.7 4.8 حاجة زي كده. فاحنا قرب ال $12 مليار جم مصر من دول الخليج. الحقيقة كان لها بالغ الأثر الجيد والطيب في استقرار الاقتصاد في هذه الأزمة الكبيرة. متوقعين مساعدات في المرحلة القادمة أخرى ولا؟ هناك وعود على الأقل، مثلا مواد البترولية هناك وعود أو تعهدات باستمرار تدفقها لغاية يمكن أكتوبر أو سبتمبر 2014، ولكن الحوار ما بينقطعش. الحقيقة أنا حضرت اجتماع واحد لغاية دلوقتي يمكن مع الإمارات، مسؤول الإمارات. الحقيقة الناس مدعمة لمصر جدا، مقدرة جدا للظرف الاقتصادي والسياسي اللي بتمر به البلد. يعني يمكن الوزير الإماراتي شعرت بشيء غريب، يعني كأنه إماراتي من أصل مصري وأنا مصري من أصل إماراتي. يعني الرجل كان بيتحدث بود غير عادي، بحماسة غير عادية، يعني ملفتة. لكن الدعم لن محتاجين إحنا بقى نقف على رجلينا، يعني فكرة إن إحنا نعتمد على الدعم دي لا يجب أن تستمر. قطعا، وعشان كده إحنا بنقول لابد المنهجية تختلف. إحنا نرتب البيت من الداخل، لازم ناخد إجراءات جادة، لازم نبقى بندير الاقتصاد تاني كمصلحة عامة، ما تبقاش مصلحة فئوية أو مصالح ضيقة. قطعا اللي حضرتك بتقوليه قطعا، ومصر لن تدار أبدا بإعانات، لن تدار بإعانات. هي مسألة ظرف استثنائي يحتاج إلى تصرف استثنائي، لكن مش قاعدة. عودة الاستثمارات المحلية والخارجية في رأيك في انتظار إيه؟ في انتظار الحكومة، أولا في انتظار حاجات كتير الحقيقة. يعني الحالة الأمنية النهاردة أحسن بكتير مما سبق مهما كانت الأحداث بتحصل، بس الناس بتنسى. يمكن محتاجين استقرار أكتر من الناحية الفئوية، الناس تهدأ، العمال بقى. وبتقولي ان 3 اشهر في رأيك مش كفاية؟ لا مش كفاية، احنا محتاجين
هدنة سنة سنة بدون إضرابات بدون اعتصامات. بعد انتهاء أيضا الاستحقاقات الدستورية ما تنسيش الرئاسية والبرلمانية أصبح هناك بقى الهيكل السياسي للدولة وهيكل الدولة كله بيكتمل، هيكل السيادة نفسها كله بيكتمل. تجدي إن المستثمر يثق في الاستقرار. محتاجين تعديلات تشريعية ويعني ثورة في البيروقراطية المصرية. تأكدي إن كان في مبادرة موجودة لمنظومة التشريعات الاقتصادية، أنا بدأت أبحث عنها مرة أخرى لإعادة إحيائها، وإن شاء الله كوزارة مالية هنتبناها، لأن بدون أن وجود تشريعات وبدون احترام كامل للتعاقدات، ما هي كل دي أمور بتهز في الثقة. صحيح. سيد وزير المالية سيد هاني أدري، أنا بشكرك شكرا جزيلا. شكرك. الله يكون في العون، ودي يعني الجملة الأساسية اللي تقال لوزير مالية في مثل هذه الظروف، لكن عندنا ثقة وعندنا أمل وعندنا ثقة في مقاومات الاقتصاد المصري الحقيقة، وعندنا أمل أنه إحنا بنعدي بفترات صعبة، لكن هذا الاقتصاد قادر على المرور بهذه الأوقات الصعبة، والشعب لازم يقدر ذلك ويكون في رؤية اقتصادية واضحة وأيضا تعاون شعبي كبير. بشكرك وبشكركم أعزائي المشاهدين، نتقابل بكرة بإذن الله، وهذه لميس الحديد تحييكم، اسمعوا على خير. شكرا.